في بحث هل المرأة إنسان أو ليس إنسانا، وإذا كانت إنسانا فهل هي إنسان كامل ولا إنسان بلا روح، وإذا كانت إنسانا بلا روح فما دورها؟ قالوا إن دورها فقط يقتصر على حفظ النوع بالتناسب. هناك قضايا مفتعلة تأخذ العرض وتحوله إلى مرض. نرى أن الحل ليس في اتهام شرائع الدين بالتمييز السلبي ضد المرأة، وهذا الأمر في الحقيقة يعقد المشكلة أكثر مما هي معقدة، لكن الحل والصواب هو أن ندرس مكانة المرأة في الشرائع الإلهية دراسة علمية حيادية نزيهة يقوم عليها متخصصون، دراسة ليست مسبوقة بقناعات ذاتية سواء كانت قناعات مع الدين أو ضد. قضية المرأة ككثير من القضايا الاجتماعية المعقدة وقعت بين السندان والمطرقة، فمن ناحية أصحاب التشدد الذين يظنون أنفسهم أنهم على الجادة في الدين يميزون ضد المرأة ويوقفون على هذا التمييز السلبي مسحة دينية، هذا في الحقيقة تشدد لا يمت بصلة لا إلى كتاب الله تعالى ولا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء النظرية أو السنة العملية أو حتى المجتمعات الإسلامية الرشيدة التي كانت تعرف قيمة المرأة وسمحت لها بممارسة جميع الأنشطة الثقافية الإنسانية في الحدود التي تقرها الأعراف في كل عصر وفي كل دين. ثم إشكالية كبيرة جدا في من لا يعترفون بأصول الدين، هم لا يريدون أن يعرفوا أنفسهم بأنهم ملحدون، في الوقت نفسه هم لا يقبلون أصل الدين. هؤلاء يتحدثون في فروع الدين خاصة فيما يخص قضية المرأة، وهذا في الحقيقة كلام غير منطقي ومنهج غير رشيد وسلوك غير علمي وغير منهجي، لأن الإنسان إذا لم يعترف بالأصل فلا يجوز له أن يناقش الفروع التي ترتبت على الإيمان أو الاعتراف بهذا الأصل. فإذا كان الإنسان ينكر ألوهية الله عز وجل وأن الله عز وجل له الخلق كما له الخلق، فلا يجوز بعد ذلك أن يناقش لا عبادات ولا شرائع ولا أحكام تترتب على هذا الأصل الذي أنزلت به الكتب وأرسل به الرسل. أيضا هذه الورقة رصدت أن التمييز السلبي ضد المرأة ليس له مكان، ليس له زمان، ليس له ثقافة، ليس له خلفية دينية معينة، وإنما هو موجود في كل زمان وفي كل مكان وفي كل بيئة وفي كل ثقافة وفي كل خلفية أيديولوجية موجودة منذ عرفنا قضية التمييز ضد المرأة حتى الوقت الحاضر. هذه ورقة رصدت أحوال المرأة في آخر 3 عقود في بريطانيا، في إسبانيا كمثال لأوروبا، وفي أمريكا بصورة مكثفة جدا. حقيقة هذا التمييز ضد المرأة واضح جدا في الإحصائيات التي لها مستند علمي ولها توثيق منهجي، ولا وقت لعرض هذا هذه المعاناة التي تعاني منها المرأة. قضية المرأة في الحقيقة بدأت بعد الحرب العالمية الأولى وبرزت بروزا كبيرا بعد الحرب العالمية الثانية، حينما أصبحت المرأة معيلة لأسرتها بعد القتل الكبير الذي حدث للرجال في الشمس. فوجئت المرأة أنها تأخذ نصف الأجر
وأنها تؤدي نفس العمل. فبدأت تطالب أن تساوى مع الرجل في عدد ساعات العمل وفي الأجر الذي تتقاضى، وكافحت كفاحا مريرا حتى استطاعت أن تحصل على ذلك. ولكن في الطريق وضعت خطة لجر المرأة من مركزها الأصيل، كونها تمثل نصف المجتمع وتربي النصف الآخر، فهي في الحقيقة تعد هي المجتمع بأكمله، جرت المرأة إلى قضايا أخرجتها من مملكتها وجعلت الوظيفة الأساسية للمرأة على هامش اهتمامها، ومن ثم هدمت الأسر. الوقت أستاذنا عندي دقيقة واحدة. على سبيل المثال في أسبانيا كان من ربع قرن من الزمن نسبة المواليد 1.33 لكل امرأة، ثم بعد 10 سنوات أصبحت 1.2 لكل امرأة. المجتمع الألماني مهدد لأنه سيصبح بعد 10 سنوات من الآن مجتمعا مطلوبا، أصحاب الستينيات والسبعينيات في قاعدة الهرم من أعلى، ونسبة الشباب ثم نسبة الأطفال هي النسبة الأقل، وذلك أن هذه الهجمة استهدفت في الحقيقة الأسرة. قانونية المرأة لا علاقة لها بالدين، المرأة ليس لها قضية إزاء الدين، قضية المرأة هي إزاء المجتمعات. وحينما أقول الدين أنا لا أعني الدين الإسلامي فقط، بل كل دين، فكل ما جاء يخالف العقل والمنطق والفطرة ليس من الدين في شيء، إما أنه مدسوس على الدين أو مزور على الدين، وإما أن الناس يحمون الدين فهما مغلوبا. شكرا محمد. شكرا يا دكتور محمد أستاذنا، يعني كانت كلمته واضحة جدا لنا جميعا. في الآخر طبعا ما دخلتش أكيد الآن مع كلمة أستاذنا الدكتور يوسف عبد الغني، باحث في التاريخ والتراث الثقافي، وكيل وزارة الثقافة المصرية سابقا، رئيس مركز النيل للدراسات، محاضر في أكثر من جامعة. طبعا هو سيرته الذاتية كتيرة جدا، لكن طبعا اختصارا للوقت سيقدم لنا ورقة بعنوان قل نقدا أدبيا ولا تقل نقدا ثقافيا. شكرا دكتورة سامية، شكرا دكتورة مروة، شكرا مجلة الثقافة الجديدة المصرية على تفاعلها مع القضايا الثقافية المستحدثة أو الحديثة، واستضافتها مركزنا الوليد الذي هو يبشر بكل خير بعون الله مركز الدراسات الثقافية. الحقيقة طبعا يعني احنا عارفين كلنا ان الدراسات الثقافية ومنها النقد الثقافي طبعا تعد في حد ذاتها اضافة جديدة للدراسات للنقد بوجه عام، ولكن ده ما يمنعش ان هناك العديد من السلبيات على ما نطلق عليه النقد الثقافي. هذه السلبيات انا هختصرها بشكل سريع جدا لان مش ده اللي انا عايز اتكلم فيه اساسا، ولكن عايز اتكلم في قضيه ثانيه بعد ما ارصد سريعا اهم السلبيات اللي بتؤخذ على النقد الثقافي رغم طبعا فائدته الكبيره واسراؤه الى الادب بوجه عام. يعني مثلا مساله انهم بيقولوا شيخوخه البلاغه العربيه. شيخوخه البلاغه العربيه ازاي؟ البلاغة العربية شباب على طول، مش حاجة اسمها شيخوخة البلاغة العربية. بيقولوا موت النقد الأدبي، لا هم اللي هيموتوا، النقد الأدبي مش هيموت. نمرة ثلاثة بيسيسوا النقد الأدبي. والأربعة بيعمموا أحكامهم، ونقرأ ونشوف بيقولوا إيه. نمرة خمسة الوظيفة النصقية، أو نشوف الموضوع ده بعد كده، وفهمهم الخاص المحدود للنقد الأدبي. مش كده وبس. قراءتهم الانطباعية ثم الرتابة والتكرارية فيما يقولون، وأخيرا طبعا ما يسمى بهيبلة النقد أو تسييس النقد. هذه هي الأخطاء التي وقعوا فيها. أنا حاصل بس نقطتين، النقطة الأولانية اللي هي البلاغة العربية. الجماعة الشعراء بيقولوا إحنا أحفاد شوقي،
حتى بتوع العامية بيقولوا احنا احفاد العم بلر، بتوع القصة والرواية بيقولوا احنا احفاد مين؟ العم نجيب. يا نقادنا اللي موجودين هنا، انتوا احفاد مين؟ انتوا احفاد مين؟ بتردوا انتوا احفاد مين؟ احفاد المنظمات الثقافية؟ لا لا، انتوا احفاد الشيخ المرصفي، الشيخ حسين المرصفي صاحب الوسيلة الأدبية اللي علمت شوقي والمزني والعقاب وطه حسين. انتوا احفاد حسن توفيق العدل، اكتبوا الاسم ودوروا عليه، حسن توفيق العدل. الراجل اللي حاضر فين؟ حاضر في برلين الغربية وفي كامبريدج البريطانية، وعمل اول كتاب عن العلاقة بين العامية والفصحى، الجماعة اللي قاعدين يتكلموا دلوقتي، وعمل كتاب اسمه تاريخ آداب اللغة العربية ثلاث أجزاء. انتوا أحفاد المرصفي وأحفاد حسن العدل. أحفاد مين؟ أحفاد أنور المعداوي، نمشي شوية، أحفاد السعيد الورقي، سناء أنس الوجود، أحدث حاجة هي بقى. أحفاد مين؟ أحفاد جابر عصفور حتى لو اختلفنا معاه، أحفاد سيد قطب حتى لو اختلفنا معاه، أحفاد شكري عياد وطهواجي، أحفاد القط، أحفاد تليمة، أحفاد أستاذنا الكبير محمد منظور طبعا، أستاذنا النويهي والأدب النفسي والتحليل النفسي، أحفاد مين؟ حتى محمد أحمد خلف الله الأخضر ومحمد أحمد خلف الله الأحمر، مين يفسر؟ تعرفوا مش طبعا. محمد أحمد خلف الله الأخضر لأنه هذا الرجل كان يعني يميل إلى الفكر الإسلامي الأصيل، وله كتاب اسمه الأدب من الوجهة النفسية. محمد خلف الله الأحمر كان يساري بعض الشيء، وله كتاب القصة في القرآن الكريم. انتوا عارفين مين اللي ناقشوا في ديت؟ ناقشوا فيها الشيخ الخولي، الشيخ أمين الخولي. احنا أحفاد دول بقى. أما ناخد نقد ثقافي، ناخد دراسات ثقافية، ناخدها احنا، ناخدها بمزاجنا احنا، بفكرنا احنا، بأرضنا احنا، الأرض بتاعتنا دي تمشي معانا ولا لا؟ الكلام اللي احنا بناخده ده في الدراسات الثقافيه او في النقد الثقافي يمشي مع تربتي ولا لا؟ يمشي مع ارضي ولا لا؟ مشي كان اهلا وسهلا بيه، ما مشيش معلش، بس احنا لازم ننفتح على كل جديد وننفتح. قولوا البلاغه ماتت. لما كنت بمشي في السوق زمان مع امي الله يرحمها، وكان الراجل بيقول ايه في بتاع الكتاكيت؟ الملاح يا الملاح. دي صوره ايه؟ واخد بالك؟ لما الزحمه بتحصل في البيت، لما كان فلان عيان بترش الملح ما ينزلش، فاكرين الصوره دي؟ القوطه مزمونه يا قوطه. انا بقول القوطه دي والله يعني بترتفع احيانا وبتنخفض عن النقد الثقافي، هقول لي لا، تم تعويم الجنيه المصري والدولار في ازمه مش كده؟ ها؟ خلينا في الواقع بتاعنا. أنا سعيد جداً أن يكون في انفتاح على الثقافات الأخرى. أنا كنت في بولندا وقعدت 5 سنين، وكان فيه هناك عندهم في سنة 94 مركز اسمه مركز الدراسات الثقافية، وكانوا شغالين كويس. بس هم عملوا إيه بقى؟ لا أنا بتكلم على الدول الغبانة، لإنجلترا دي ما معروفة طبعاً، وفي باريس معروف، وفي أمريكا معروف، وفي فرنسا معروف، وفي ألمانيا معروف. أنا بتكلم على بولندا. 5 سنوات قعدنا هناك، كان في مركز دراسات ثقافية 94 95، وكانوا بيشتغلوا هناك. بس الطريقة بتاعتهم يعني أنا مش عارف، يعني يظهر قبل حدوتة التفكيكية هما كانوا بيشتغلوا تفكيكي باين. المهم احنا مش هنتكلم عن تجربتهم، هنتكلم عن تجربتنا هنا. أنا عشان ما أطولش طبعا، والدكتورة سامية تزعل والدكتورة مروة تزعل، أنا عايز أقول بس 5 حاجات. نمرة 1، مركز الدراسات الثقافية يجب أن يضع في اعتباره تراثنا النقدي، ولا أقول القديم، لا أقول الجرجاني، ولا أقول حازم القرطجاني، ولا السكاكي، ولا ولا لا، أنا بتكلم على في العصر الحديث. يجب أن نوجه اهتمامنا لأعلام النقد الأدبي الحديث في مصر والوطن العربي. نمرة 2، يجب عمل دراسات مقارنة بين واقعنا الأدبي والواقع الذي يتحدث عنه النقد الثقافي والدراسات الثقافية. وأكرر، إن لم نعد إلى تراثنا النقدي الأصيل ضعنا في هذا الزمن الرغيب.
في العولمة التي تطارد ثقافتنا وتطارد فكرنا علينا أن نعود لتراثنا النقدي الأصيل. اقرأوا حسن التوفيق العدل، اقرأوا اقرأوا الشيخ حسن المرصافي، الراجل ده حدوته، أنا عامل عنه دراسة حدوته، الراجل ده اسمها علم علم الأعلام. الراجل ده عمل الشيخ حسين المرصافي صاحب كتاب الوسيلة الأدبية، أول من أسس كلية دار العلوم، وكان يلقي محاضراته في حي الجماميس في جامع الشيخ رفعت. ارجعوا لدول، ارجعوا المنظور، ارجعوا للناس دي، ودي مهمة مركز الدراسات الثقافية، ان ننظم فعاليات يعرف الناس بدول، وبعد كده نقارن بين دول وبين او بين الفكر بتاعه. دي ثالث حاجة. ثالث حاجة بقى وهي اطالب بيها، اطالب بعمل، اطالب بعمل كتيبة، معلش انا عارف طبعا ما فيش فلوس ولا في ميل، انا عارف بزعل، لكن نحاول بقدر نعمل فعالية ندوة ولاد الحلال اللي يجوا كتير، ونتكلم عن الناس دي ونفهم ونقول لهم النقد الادبي مش هيموت، والنقد والبلاغه العربيه، البلاغه معلش محتاجه شويه ايه، شويه كده ايه، شويه فيها شويه دفوهات، عارفين الدفوهات، الستات يعرفوا الكلام ده، البلاغه فيها شويه دفوهات كده عايزين نصلحها، لكن والله البلاغه لو تعمقتم فيها فهي جميله ورائعه. نطالب ايضا وفي هذا المحفل الرائع وطبعا الذي يضم كوكبه من النخبه المثقفه والمفكره، نطالب ايضا الجيل الجديد، يعني ليه مثلا مركز الدراسات الثقافية ما ينزلش مثلا كلية، ما ينزلش معهد، ما ينزلش مدرسة، ونفهم الولاد الدراسات الثقافية النهاردة مش بس بيكتفي بالعلوم الحديثة، لا يجمع بين الأصيل ويجمع بين الأصالة والمعاصرة. عفوا للبطالة وشكرا لك. نشكر الدكتور اسامه القرصي، مهندس عادل، ممكن كرسي هنا بس الجمهور اكرامي بعد اذن حضرتك. احنا دلوقتي ان شاء الله هنكون مع كلمه الدكتور معتز سلامه، دكتوراه في الادب والنقد بكليه الاداب جامعه القاهره، عمل بالتدريس في مراحل التعليميه تعليم قبل الجامعي داخل مصر وخارجها، وطبعا ليه عده منشورات وهو نشيط جدا واحنا بنتابعه وبحثنا عنه. الورقه بتاعه الدكتور معتز عنوان التاريخيه والتاريخيانيه الجديده، مش كده؟ اتفضل. هو البحث مترجم بعنوان التاريخيانيه الجديده وشعريه الثقافه. التاريخيانية الجديدة بتقدم بوصفها نموذج جديد في كتابة التاريخ، عملية التأريخ نفسها، وبتستعيد روايات الداخلة في عملية التقييم، لأن التاريخيانية الجديدة ترى إن العالم وحدة مركبة، وبدلا من تطوير الرأية في عمليات الحيرة والإمكانية والانقطاع، فالتاريخ يمثل الخبرة والإنسانية، ويمثل الكثير من الثقافات وتغيير الطرق التاريخية المختلفة. كما انها تبحث عن اجوبه للاختلافات الثقافيه وعلى ايه وعمليات العولمه. ويعد اشهر نقادها ستيفن جرامبلاك، وده الناقد الاكثر شهره في التاريخيانيه الجديده، وهو بيشكك في الاساليب القوميه للكتاب التاريخيين ولا سيما اتجاهاتهم الشموليه. وهو بيعتقد ان الراسماليه بتتحرك بين اتجاهين، اتجاه الاجمال والتفريق وبين التماثل والتنوع. ولا يمكننا أن نفهم التاريخ إذا نظرنا إلى الميول التعميمية فقط وتركنا التفاصيل والاختلافات، لأن الاختلافات يمكن أن تساهم على فهم التناقضات والتعامل مع التاريخ على أنه عملية تفسيرية سهلة. وكذلك تركز التاريخيانية الجديدة على تلك الجماعات الذين يتخذون القرار في خطابات السلطة، وتركز على النشاط الثقافي كمركز للتحليلات التاريخية وعلى القيم السياسية والأنثروبولوجية والثقافية. وتعد العبارات الأكثر استعمالا في التاريخيانية الجديدة هي عبارات الهيئات السياسية، البيروقراطية، الشمولية، تداول السلطة في نصوص الخطابات الثقافية والاجتماعية. وترى أن الخطابات لا تتركز في يد من هم في السلطة فقط، أمثال السياسيين والمحامين ورجال الشرطة والكتاب، ولكن في يد كل من هم جزء من النظام. لذا يدرس التاريخيانيون الجدد نموذج القوى المهيمنة في توطيد الوضع الراهن وكيفية استمالة الجماعات المنبوذة والتوصل إلى حلول وسطى في ألعاب السلطة.
وترى التاريخانية الجديدة أن النصوص جزء لا يتجزأ من السياق الثقافي للمجتمع، وأن التاريخ أدب غير قابل للتناقض، وأن الهيمنة قوة ثقافية مسيطرة، وأن الثقافة وسيلة الطابع الرسمي على السلطات والمؤسسات، وسيلة لإطفاء الطابع الرسمي على السلطات والمؤسسات، فهي تتعامل مع الثقافة بوصفها أساساً لجعل السلطة أكثر تجريباً ووسيلة للتأثير على الناس من خلال التعليم والاتصالات والدعاية وحشد الجيوش وقوة الشرطة لكثر قوة الثقافات الأخرى. وتنتهي التاريخانية الجديدة بالتأريخ إلى التركيز على التاريخ السياسي والقصص العظيمة، وتؤكد أهمية الروايات الصغيرة يومياً لإطفاء الشرعية على الوضع الراهن. وانعكست أفكار جرومبلات على نظرية جيمسون المتعلقة بالنظرية الثنائية، وانعكست على رؤية ليكارد وأسئلته حول الرأسمالية الموحدة والمتجانسة بدون الخلافات الثقافية والسياسية والجمالية. وقد سميت أسلوبية التاريخانية الجديدة لجرومبلات بشعرية الثقافة، وهو يرى أن النصوص التاريخية والأدبية كيانات ثقافية مستقلة، ومن ثم يدرس العلاقة بين النصوص والسياقات السوسيو تاريخية، ولا يفهم هذه النصوص على أنها وثائق للقوى الاجتماعية التي تحيط علما بالتاريخ والمجتمع وتشكلهما فقط، ولكنها الأسلوب الشخصي للهوية والموقف السوسيو تاريخي. ويفسر عن طريق الاستعارة الاقتصادية كيف تكون النصوص والسلع الأخرى نصوص رمزية أو أمور رمزية من خلال التعميم في المجتمع عبر قنوات التفاضل والتبادل والمساهمة في توزيع الطاقة الاجتماعية، والتي يعنى بها كثافة الخبرة التي تعطي قيمة ومعنى للحياة، والتي لا غنى عنها لبناء الوعي الذاتي والهوية أيضا. طبعا فصل جرومبلات في العديد من مؤلفاته الجوانب المختلفة بهذه الشعرية، مثل تداول الطاقة الاجتماعية، منطق التجميع والتفريق، عملية تكوين الذات. وهناك ناقد آخر اسمه إنكرمست، وده كان يرى أن التاريخ أقل أمانا من الفن في محاولته لتمثيل العالم، لأن التاريخ أكثر تكلفا وأكثر تعبيرا عن الرموز الثقافية من الفن في حد ذاته، فالتاريخ نموذج مناسب لدراسة المشاكل الفلسفية، لا سيما نظرية المعرفة أو تمثيل النظر. طبعا عشان الوقت برضو هنحاول نبتدي، يعني كاتبة بتسأل سؤال: كيف تتعامل التاريخانية الجديدة مع العمليات التاريخية؟ فيعتقد المؤرخون أن الإنسان قد انغمس حتى النخاع في عالم السبك، فالتاريخ الغربي يرى أن التاريخ والخيال نوعان مختلفان، والمهمة الجديدة هي وصل وجهتي النظر العالميتين لهذين النوعين والبحث عن التشابهات بينهم. فهم يعتقدون أن كتابة التاريخ تتميز بالقطر ذاته من الخيال ككتابة الروايات، وأن الأحداث متفرقة ولكنها أجزاء من القصة، ومهمة المؤرخين التعمق في هذه القصص، وهذا الحدث جزء من الظواهر الوجودية، والسرد جزء من العمليات اللغوية والإدراكية، والسرد نتيجة العمليات الإدراكية مثل المحتوى المعرفي، كما أنه يمتلك الطابع الشعري نتيجة للنشاط الإبداعي الذي يهدف إلى إيصال التجارب التاريخية إلى أوجه الحياة اليومية. فالسرد التاريخي نظام من العمليات العقلية التي تحدد مجال الوعي التاريخي، وهو شعري من حيث أنه أداء النشاط الإبداعي من قبل العقل البشري أثناء عملية التفكير التاريخي. والغرض من السرد التاريخي فهم تجربة الوقت من أجل توجيه الحياة العملية في مجرى الزمن. ويتميز السرد التاريخي عن غيره من أشكال السرد بثلاثة عناصر. فالسرد يرتبط بواسطة الذاكرة، السرد التاريخي يرتبط بواسطة الذاكرة، وينظم الأبعاد الثلاثة للزمن الماضي والحاضر والمستقبل في مفهوم الاستمرارية، ويرسخ هوية أصحابه والمستمعين إليه. وكظاهرة تختص بالسياق، تعمل الاستعارة بطرق مختلفة جذريا في العوالم المتباعدة للخطاب. وهناك معاني تنافسية لعبارة السرد الأصلي في النقاشات النظرية الحالية حول التاريخ والثقافة، وقد نمت عبارة السرديات الأصلية أو السرديات الكبرى نموا شعبيا لوصف القصص التي تمثل ثقافات مختلفة في مسار واحد من التاريخ يهيمن عليه الغرب. فالرواية أساسية، ولكن أصبحت المواقف العالمية تتطلب على نحو متزايد القصص التي يمكن أن تصف التفاعلات الثقافية وتشرحها في جميع أنحاء العالم للثقافات والمجتمعات المختلفة.
ومن هذا التقارب نشأت حبكة مزدوجة شعبية جديدة من تاريخ العالم، والتي يسير فيها التمايز الثقافي والتجانس الثقافي جنبا إلى جنب. ولكن لدينا تمييز جديد فيما بعد الحداثة بين الروايات الأساسية والروايات المحلية، وهي الفروق التي قامت على مدى التناقض الكبير بين صنفين من الناس، الصنف الأول الذين لهم تاريخ والصنف الآخر الذين بدون تاريخ، والبحث عن المبادئ الشكلية الخالدة المتميزة بين الأنصاف التاريخية وغير التاريخية للخطاب، والسبل المهددة باستنباط أصناف جديدة من النزعة الجوهرية. نشكرك شكرا جدا يا دكتور، تحياتنا. وطبعا طبعا جميل جدا. الان مع كلمه الاستاذه اميره ناصر مريضة بقسم الأدب والنقد بجامعة الأزهر، هي مسجلة تربية الماجستير، عملت مصححة روائية بمجلة الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية، وطبعا فيها يعني كتابات كثيرة. الورقة بتاعتها بعنوان مفهوم النقد الصحيح. اتفضلي يا أميرة. بداية عليكم مساء أسعد الله مساءكم. اسمحوا لي أن أرحب بكل القائمين على مركز الدراسات الثقافية ومجلة الثقافة الجديدة الداعمين لهذه المائدة المستديرة. فالشكر واجب والشكر مقدور والشكر موصول لهم جميعا. ويبقى الحديث عن بحثي تحت عنوان مفهوم النقد الثقافي الماهية والأهمية. يقوم هذا البحث على بيان مفهوم النقد الثقافي من خلال البحث عن مصادره الحقيقية في الثقافة الغربية والعربية، وعن طريق فصل جذوره في التراث النقدي والثقافي. فهو من المفاهيم التي ظهرت حديثا من خلال كتابات بعض النقاد والمفكرين المشتغلين في حقول تكاد تكون بعيدة عن المجال الأدبي، كالأنثروبولوجيا وعلم النفس والاقتصادات والسياسة والاقتصاد والثقافة الشعبية وعلم الآنسة والفلسفة والبيولوجيا وغيرها. والنقد الثقافي يصطف مع مفاهيم ظهرت حديثا في الساحة النقدية، كالنقد الكولوني أو نقد ما بعد الاستعمار أو التاريخيات الجديدة أو مصطلح على هذه المفاهيم بكتابات ما بعد الحداثة أو ما بعد الدنيوية، التي أعطت الدرس النقدي الكثير من الاتساع والشمولية في دراسة النقد الأدبي. فولادة النص فتنبع أهمية العملية النقدية بتفاصيلها وتشعباتها المتباينة من أنها تقوم بعملية توصيف واحتواء شامل لأطراف التواصل الأدبي، المبدع والنص والمتلقي. فولادة النص مردوفة بولادة جديدة للنقد. فالنقد سيرورة وجودية وحالة حتمية تابعة للنص الأدبي ومكملة له. فالمبدع يمارس النقد حالما ينتهي من كتابة النص، أي بعد التفريغ العاطفي الذي حصل على بياض الصفحات، فهو يقدم بعض التركيب أو يغير بعض من الألفاظ أو يقدم ويرخص في الجملة الأذنية والفعلية أو يحذف ويضيف الكلمات التي يراها مناسبة أو يكثف أو يوسع من الدلالات الشعرية، وما إلى ذلك من تحولات تأتي بعد كتابة الأولى للنقد الأدبي. ثم يتبع ذلك ضغط الناقد، والناقد الحقيقي المحترف الذي يتبع ذائقته الشخصية أو يسيرة طبق الأسس والقواعد، ثم ينطلق من هذه الأسس في نقده لنص أدبي. وقد وضع النقد بعد قدوم من الخبرة التطبيقية والممارسة المعرفية بعض الصفات التي يجب أن يتمتع بها الناقد لكي ينجح في مهمته النقدية. وهذه الصفات هي الموهبة والثقافة والذكاء والضربة والممارسة النقدية. عندما تقترن الثقافة بمجال النقد الأدبي، هذا يعني أنها الثقافة التي لا تتجاوز المعارف المتعلقة بما حول الأدب كتاريخ الشعوب، ويعني طلاوة لا بأس به على التراث والثقافة المحلية وما إلى ذلك. فالثقافة شرط مهم وضروري من شروط النقد الحقيقي. ولكي يجب أن نفرقها عن الثقافة مفهومها المعرفي الواسع أو في مفهوم نظرية المعرفة الإنسانية، تشير لفظ الثقافة إلى دلالات مختلفة. فمنذ اليونان كان الإجماع ينعقد على أن المثقف هو الحاضر الأديب المفكر الفيلسوف العالم الذي وفق إلى تهذيب مذهبي وشحذ الأدب بالعلم والمعرفة الواسعة. فالثقافة هي إلمام من كل علم وفن بطرف، وإلى ذلك ذهبت معاجم اللغة. وهذا ما نجده أيضا في الموسوعة البريطانية. فالثقافة هي السعي الدائب والاجتهاد المتصل في تحقيق الكمال على مستوى الفكر ووسائل التعبير عنه.
والمثقف عند غماشي يتجدد انطلاقا من ادائه لوظيفه اجتماعيه هو عضوي في علاقات الاتحادات الاجتماعيه التي تسيطر على الاقتصاد من خلال ادائه لوظيفه اجتماعيه سواء في الحق الاقتصادي ام على المستويين الاجتماعي والسياسي. واضح جدا التاثير المركزي على افكار غماشي في تحديده للمثقف والمثقف العضوي. الثقافة مفهوم واسع وخطير وغير قابل للتعريف والتحديد تعريفا مانعا جامعا، فهو مصطلح عائم وغائم وغير محدد لأنه مرتبط بنسق متحول، نسق حضاري واجتماعي، هو متحول بطبيعة اختلاف اللغات والعادات والعوامل الوراثية وما إلى ذلك من أفكار تتعلق بما هو عقلي وفني وجمالي وأسطوري، بما يعطي طابعا كرنفاليا لا يحد ولا يمكن أن ينتهي. هو فضاء مفتوح على الأشياء والمعارف والديانات والعلوم والأساطير والخرافات. هذا هو تعريف أولي للثقافة كمفهوم وليس كممارسة. استتبع الممارسة في تدشين هذه المعارف والعلوم بتوجيه المجتمع توجيها نفعيا أو حضاريا أو تطويره فنيا بمشاركة الجميع. ولكي نقف على مفهوم عام الثقافة لابد أن نتبع بعض تعريفات الفلاسفة والمفكرين، ولكن سأشير إلى بعض التعريفات ذات الطابع الشمولي التي لا تتكز على جانب واحد من جوانب الثقافة. فالتعريف المركزي للثقافة يعدها شاملة كل القيم المادية والروحية ووسائل خلقها واستخدامها ونقلها إلى المجتمع من خلال سياق التاريخ. والثقافة عند أدوارد سعيد هي مخزون كل مجتمع من أفضل ما تحقق المعرفة به والتفكير فيه. أما من وجهة نظر السيمائية إن الثقافة هي مجموعة الثقافة هي مفهوم متحول ومتطور بتحول الزمن، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن هذا المفهوم متحول ومتغير مفكر إلى آخر طبعا لتوجهات وخلفيات هؤلاء المفكرين العلمية والعرقية والثقافية. لكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن، إذا تحول مفهوم الثقافة إلى مجال النقد الأدبي فكيف ستكون العملية النقدية في ظل هذا التحول؟ بما يمكن تحقيقه من نقاط إيجابية خدمة للنص الأدبي والعملية النقدية على حد سواء، باعتبار أن الثقافة أصبحت حيزا ومقياسا لنجاح النص، ومن ثم ولادة هجين رائع من تزاوج النقد الأدبي مع الثقافة كمفهوم أولا، ومن ثم كممارسة فعالة وحقيقية في توجيه الإبداع خدمة للنص والجمال والمجتمع. وهذه القاعدة المعرفية طرحها النقد السوسيولوجي قديما حينما أكد على الدور الأساسي والثقافي في نجاح العمل الأدبي. فقد حاول عدد من النقاد تطوير النقد نظم العلم، فصاروا يستعينون بعلوم فاستنجد بعضهم بحقائق التاريخ، وانتصر آخرون بقوانين علم النفس، فالتمس غير هؤلاء في حقائق علم الاجتماع ما يعينهم على فهم الأدب وتغير ظواهره. فالناقد الثقافي بيجمع بين الأنساق السياقية والجمالية، إذ عليه أن يلم بالمعارف والعلوم والآداب واللغات واللهجات بما يجعله يعي أو يحتوي النص المنقود بكل تناقضاته ومشاكله وعقده وأنساقه الجمالية والأخلاقية. ففي النص تتصارع الأنساق الجمالية مع الأنساق الأخلاقية والأعراف الإنسانية، فكانت ولادة النقد الثقافي بعد هذا النخاض العسير والصراعات الفكرية والفلسفية أمر لا بد منه، لأن النقد الأدبي غير مؤهل لكشف الخلل الثقافي، وهذه دعوة واضحة بإعلان موته وإحلال النقد الثقافي مكانه. وهذا ما ذهب إليه عبد الله الغزالي بقوله، دكتور عبد الله الغزالي بقوله إن الجميل مطلوب وأساسي، ولا شك في أن السؤال عنه جوهري وضروري. وماذا لو كان هذا الجميل الذاتي تحول إلى عيب نقدي في تكوين الثقافة العامة ولم يجعله في سجل تفكيري؟ هذا ما يمكن للنقد الثقافي أن يقوم به ليسهم في صياغة الشخصية الحضارية للأمة، وهذا ما لم يقف عليه النقد. ومن ثم فإن واجب النقد الثقافي أن يدين هذا الانحراف النسقي إن كان هناك ثمة انحرافات نسقية واضحة داخل النص، ولكن عليه أن يدينها أولا إلى الواقع أو النسق نفسه.
أي أن النقد الثقافي ينبغي أن يمارس أولاً على أرض الواقع ومن ثم يتحول به إلى النص، وهذا لا يرضي أنصار البنيوية والمناهج النصية التي تعزل النص عزلاً تاماً عن الواقع والمحيط. أما ممكن نظر أخرى فإن الكمال الذي يبحث عنه كتاب النقد الثقافي أو المنهج الثقافي أمر غير واقعي، هم يبحثون عن المثال في النص بعد أن نقد الواقع، فالنص الأدبي يحمل إلى جانب كامله الجمالية قيما ثقافية والعكس بالعكس. وحتى أصير أن النقد الثقافي يقترح أسئلة عدة، سؤال النص الأدبي عن سؤال النص، سؤال المضمر. إحنا وصلنا الوقت عشان الناس تنتظر. طيب أنا هختم النقد الثقافي يقترح أسئلة عدة، سؤال النص بديلا عن سؤال النص، سؤال المضمر بديلا عن سؤال الدال، سؤال الاستهلاك الجماهيري بديلا عن سؤال النخبة المبدعة. وبالتالي هل هنستطيع أن نقترح منهجا جديدا يجمع بين الدراسات النصية والأنساق الواقعية في قالب هجين يوفق بين الداخل والخارج أو بين النسق والشكل أو على صعيد الأدق بين الجمال النصي والنسق الأخلاقي؟ هذا السؤال يحتاج منا إلى وقفة جادة وحقيقية وغير مصادفة في النقد الواقع والنص معا. وحتى لا أطيل، يعني أختم، أن النقد والنص صنوان متلازمان، هما دائما في حالة حوار وصراع ومناقشة، حالهما حال الفيروسات والمضادات الحيوية. فكما تحاول المضادات الحيوية أن تقاتل أو تقاوم هذه الفيروسات، فسرعان ما يكتشف مناعة جديدة ضد هذه المناعات الطبيعية أو غير الطبيعية، ولكن القضية قد انتقلت، أي أن الصراع تحول من النص الإبداعي والنقد إلى صراع داخلي بين النقد ذاته، أي بين منهج النقدي ومنهج النقدي آخر. فكما كانت المذاهب الأدبية تطور من الكلاسيكية والرومانسية والواقعية والرمزية والأسيرية، كذلك تطورت المناهج النقدية من الانطباعية والنفسية والاجتماعية والفلسفية وصولا إلى النظريات التأويلية والتمصية، حتى ولادة النقد الثقافي الذي صدر المشكلة، فتح الباب واسعا للجدل والحوار والمناقشة. يعني شكرا يا استاذة. الان شكرا استاذة أميرة، هي كلمة مهمة جدا يعني وملفتة، لكن طبعا يعني الوقت بيحكمنا كلنا. الان مع كلمة الدكتور إكرامي فتحي حسن حسين هسفل، عمل بكلية اللغة والإعلام الأكاديمية العربية بالقاهرة وكلية الآداب والعلوم جامعة قطر، وحصل على الدكتوراه وصدر له عدة دراسات منها جدلية التواصل الشعر وجماليات اللغة وبنية السرد. الورقة بتاعة الدكتور إكرامي عنوانها قراءة نقدية، مش كده؟ أولا مساء الخير، يعني دائما الوقت بيهمنا فهدخل في الموضوع سريعا. الورقة بعنوان قراءة نقدية لكتابين رائدين من النقد الثقافي، يعني اسمح لي أن أحاول أن أفهم ما هو النقد الثقافي وأحاول أضيف للآخرين في فهمهم لهذا النقد الثقافي. بداية يعد النقد الثقافي أحد الأطوار الأدبية الآنية والمهمة في مسيرة العلوم الإنسانية عامة والنقد الأدبي على وجه الخصوص، وقد جاء ردة فعل تجاه نقدوية النقد الأدبي في مراحله السابقة. ولعل أنسى الطريق لبيان ماهية النقد الثقافي، بدلا من ذكر تعريفاته المتعددة، أن نرصد بعض السمات التي يتميز به هذا الاتجاه النقدي. أولا، يدرس النقد الثقافي الأدب بوصفه ظاهرة ثقافية مضمرة من خلال ربطه بسياقه الثقافي غير المعتاد. يرى أحد النقاد أن النقد الثقافي هو نشاط وليس مجال معرفيا خاصا بذاته، حيث استخدم نقاده مفاهيم المدارس المعرفية الأخرى. كذلك يطبق النقد الثقافي على الفنون الراقية والثقافة الشعبية بلا تمييز بينهما من حيث الكيف. هناك أحاديث كثيرة حول بدايات النقد الثقافي، والبداية الحقيقية جاءت عام 1964 منذ أن أسست مجموعة جامعة بيرمنغهام تحت مسمى خاص، وقد مر هذا المركز بتطورات عديدة إلى أن وصلنا إلى دعوة الناقد الأمريكي سينت بليتش إلى نقد ثقافي ما بعد بنيامين. على المستوى العربي، يرى بعض النقاد أن النقد الثقافي له جذور فيما كان يسمى بالنقد الحضاري، وكعادة الدكتور عبد العزيز حمود رأى أن هذا النقد الثقافي ليس إلا اكتنانا بمشروع نقدي غربي
تخطط الأحداث داخل الثقافة أو الثقافات التي أنتجتها. دخولا إلى الموضوع الذي أحاول أن أقدمه وهو تعريف بكتابين مطولين من الكتب التي دارت حول النقد الثقافي. أقول بعيدا عن المطلوبين السابقين التفصيل والعدائي، فإنه يمكن التعرف على هذا الاتجاه النقدي من خلال اثنين من أبرز كتبي على الساحتين الغربية والعربية. هما النقد الثقافي قراءة الأمساق الثقافية العربية عبد الله الغزاني، والنقد الثقافي تمهيد مبدئي للمفاهيم الرئيسية لأرثر أيزا بيرل. ونظرة سريعة إلى الناقدين تنبئ بتميزهما الذي يعد مدخلا إلى توقع تميز الكتابين. فالدكتور عبد الله الغزاني واحد من أبرز النقاد السعوديين الذين اهتموا بالمذاهب النقدية الحداثية، بداية من كتابه الخطيئة والتفكير من البنيوية للتشريحية، مرورا بتشريح النص والموقف من الحداثة، وصولا إلى عدد من الكتب انشغلت بالنقد الثقافي منها رحلة إلى الجمهورية الأمريكية، مقاربة لقراءة تواجه أمريكا الثقافي ونقد ثقافي النقد الأدبي. أما أرثر بيرل فكان أستاذا في فنون الاتصالات الإلكترونية والنشر بجامعة سان فرانسيسكو، اهتم بمجالات النقد الإعلامي والدراسات الثقافية والدعاية ونظريات الاتصال. أول كتابين هو كتاب الغزاني، يعد من دواوير ما كتب باللغة العربية في النقد الثقافي، بل يراه بعض الباحثين أنه أول من حاول تبني مفهوم هذا النقد في معناه الحديث الذي حدده ليتش واستخدم أدواته، كما أن الكتاب قد لعب فيما بعد دورا بارزا في مسيرة النقد الثقافي ضمن خريطة النقد العربي. فهو كتاب مثير حيث تولى بجرأة وشجاعة طرح فكرة النقد الثقافي طرحا جديدا مشبوبا، كما أصل لهذه الفكرة نظريا ومعرفية وممارسة. أما كتاب أرثر بيرل النقد الثقافي تمهيد مبدئي للمفاهيم الرئيسية، فعنوانه ومحتواه يؤكدان أهميته التي تتمثل في طابعه الساعي إلى تأصيل مفاهيم هذا الاتجاه النقدي، فضلا عن تقليدها للقارئ العادي، معترفا بشدة صعوبة مقصده من كتابه. وقد دفعني إلى الجمع بين هذين الكتابين عدة عوامل في مقدمتها ريادية كل منهما. فالغزاني على مستوى الفعل النقدي بكونه من أوائل من كتبوا حول النقد الثقافي وفق المفهوم الغربي ضمن سياق الكتاب العربي، بينما ريادية أرثر بيرل تجسدت عبر منهجه التأليفي في النقد الثقافي من خلال سعي إلى تبسيط هذا الإطار المعرفي. أيضا كان كتاب الغزاني دافعا وراء ترجمة كتاب أرثر بيرل إلى اللغة العربية، ويمكن تقديم قراءة أولية لهذين الكتابين عبر نقاط ثلاثة: بيان الهدف ودافع التأليف، ثانيا مناقشة المحتوى وبناء الكتاب، وأخيرا رصد السمات المنهجية للتأليف. فيما يخص الهدف ودافع التأليف، تبين الهدف من تأليف الكتابين. فالغزاني كان هدفه تأسيسيا تعريفيا عبر تأصيل نهج نقدي جديد، رأى أننا نستطيع من خلاله أن نبحث في العيوب النسقية للشخصية العربية المتشعرمة التي يحملها ديوان العرب وتتجلى في سلوكنا الاجتماعي والثقافي بعام، مما يؤدي إلى إعادة النظر وتباين الرؤية. وبعد ذلك يعلن الغزاني عبر أسلوب رياضي يعتمد السبب ثم النتيجة، قائلا: بما أن النقد الأدبي غير مؤهل أو غير مؤهل لكشف هذا الخلل الثقافي، فقد كانت دعوتي بإعلان موت النقد الأدبي وإحلال النقد الثقافي مكانه. ولغرابة إعلانه السابق يحدد حقيقة مقصده من أنه ليس القصد هو إلغاء المنجز النقدي الأدبي، وإنما الهدف هو تحويل الأداة النقدية من أداة في قراءة الجمالي الخالص وتبريره وتسويقه بغض النظر عن عيوبه النسقية إلى أداة في نقد الخطاب وكشف أنساقه. أما أرثر بيرل فقد سبق بدراسة نقدية غير قليلة دار حول النقد الثقافي، لذا لم يكن دوره تعريفيا في المقام الأول بل تبسيطيا، حيث تبنى في كتابه هذا أسلوبا تعليميا، فهو يقاطب القارئ العادي حيث اعتقد أن القدر أو كان له مهمة صعبة تبدت له، وهي كتابة كتاب طيع وسهل الوصول إلى عقل القارئ العادي، وذلك من خلال تفسير مفاهيم كبار الفلاسفة ببساطة ووضوح. إذا انتقلنا إلى الفرق بين الكتابين فيما يخص المحتوى وبناء هذا الكتاب، فقد جاء كتاب الغزاني في مقدمة من 7 فصول تحركت عبر مسارين: تنظيري وضع فيه الناقد الأصول النظرية لرؤيته تجاه النقد الثقافي، وكان المسار الثاني تطبيقيا قدم خلاله ممارسة نقدية لما سبق أن أصله. شغل المسار الأول التنظيري الفصلين: الأول
الذي استعرض فيه الجهود النظرية التي تشكل خلفية علمية لنظريتهم، وهو ما أسماه ذاكرة المصطلح. ما قدمه في الفصل الأول كما قلنا أسماه ذاكرة المصطلح، وهو تأسيس لما قام به في الفصل الثاني من إجراء تحويل في المنظومة المصطلحية وفقا لنظرياتنا الخاصة كما يقول، التي هي المنطلق للتطبيقات التي تتلوها. وهذا الإجراء التحويلي هو في حقيقته بلورة للنقد الثقافي، كما يراه الغزالي. ثم كان التناول التطبيقي بداية من الفصل الثالث والرابع اللذين جاء تحليلا يؤكد أن نسق الطاغية ليس سوى إنتاج ثقافي تولد عن صورة الفحل الشعري المنغلسة في ثقافته. أما كتاب أرثر بيرجر فقد جاء في 6 فصول، مثل الفصل الأول منها المقدمة، واختص كل فصل بعده ببيان علاقة النقد الثقافي بالحلول أو بالحقول المعرفية الأخرى، وهي كالتالي: نظرية الأدب والمنطقية والسيمنوتيقة ونظرية التحليل النفسي والنظرية الاجتماعية. وبناء هذه الفصول نابع من مقصدة المؤلف الأساسية المتمثلة في تبسيط النقد الثقافي وتقريبه. نموذج ذلك ما فعله في الفصل الثاني نظرية الأدب والنقد الثقافي. عشان بقى دقيقة سريعا فيما يخص السمات المنهجية، من البديهي أن منهج المؤلف يتباين أو يختلف وفق الهدف الذي يقصده. سريعا من الممكن أن نشير إلى أن كتاب الغزالي قد اتسم بعض السمات المنهجية، من أبرزها البدء من التساؤل بوصفه منطلقا ومفتتحا للتناول. أيضا كانت هناك سمة منهجية عند الغزام، وهي تكرارية المعلومة، وذلك نابع من أنه يريد أن يؤصل المفاهيم والأفكار التي يدعو إليها. أيضا اتسم الغزامي بأنه كان يقوم بتقديم رؤية مستقبلية لما سوف يكون عليه النقد الثقافي عبر رؤيته. السمة الأبرز في كتاب بيرجر هي السعي إلى التبسيط وتقريب المنهج للقارئ العادي، لذلك وجدنا عندهم سمات نسب تبسيط المصطلح وتوسيعه، أيضا استخدام النماذج التخطيطية على طريقة خارج نقاط الحداثة المتسمين بالغموض أو بالغموض، كذلك بساطة اللغة المتميزة. أخيرا أحب أن أقول أنه ما كان من تناول في هذه الورقة إنما هو قراءة تعريفية أو تعارفية تسعى للاستفادة الذاتية قبل إفادتها لغيرها. من خلال عقد مقارنة بين كتابين أرى أنهما من أهم كتب النقد الثقافي، عبر بيان مقصدية تأليفهما ومحتواهما وحركية أصولهما ومباحثهما وبلورة المنهج التأليفي في كليهما. وهذه القراءة هي في الحقيقة تمهيد للخطوة بعدها، هي الهدف الأساس الذي يتمثل في إجراء حوار نقدي مع هذين الكتابين، لا سيما عبر رصد تأثيراتهما الفعالة فيما تلاهما من مؤلفات وكتابات نظرية. وفي الختام لا يسعني إلا تقديم خالص الشكر لمركز الدراسات الثقافية والقائمين عليه، الذين أتمنى تحياتهم واحدا لما يبذلونه من جهد لتحريك الساحة النقدية والثقافية، لا سيما صديق العزيز الدكتور محمد صلاح زيد، فلولا تشجيعه لي لما استفدت أنا من هذه القراءة التي آمل أن تكون قد أفادتكم بشيء. شكرا جدا دكتور إكرام، وطبعا استفدنا جدا من الورقه بتاعته. الان مع الاستاذ وائل سعيد خاص والوالي، صدر له عده دراسات منها كالعاده تحت كل الاشياء مجموعه خصوصيه تقريبا حكايه العمر كله روايه وغيرها من الكتابات. فليتفضل ويوعدكم بعنوان الدراسات الثقافيه. يعني احب في البدايه طبعا
أسجل شكري واحترامي لكل المدرسين، وأنا مش متخصص في الموضوع أوي يعني، فهو هيكون بشكل واعي شوية يعني. الدراسات الثقافية والنقد المعاصر، المعنى والتفسير، تمهيد أو شيء من هذا القبيل. العلاقة بين المثقف والمجتمع وبين اللاوعي وذاته علاقة تبدو أبدية ومتشعبة، فطوال الوقت ينتج كلاهما المثقف والمجتمع سياسات ثقافية تزيد من إشكالية هذه العلاقة في كثير من الأحيان، أو ربما تعمل على تقريب المسافات أحيانا أخرى، إلا أنها باتت الشاغل الأوحد ببغية الدراسات الثقافية المترجحة إلى الآن ما بين مفهوم النقد في العموم قديما وحديثا، لا سيما وأن الانطباع الجامعي عن تاريخ الفعل النقدي هو نقد في حد ذاته يشعر بالجمود وتغيير فكرة التوظيف في التعامل مع العمل حسب معتقدات النقد القديمة، بينما الرؤية الحديثة للنقد تقترب أكثر من مفهوم الإنسان بالأساس، وبالتالي تحاول ترميم مساحات كبيرة داخل هوة العزلة التي صحبت المثقف والنقد وفصلتهما عن المجتمع. كما يجب الأخذ في الاعتبار بأن الإشكالية الأولى في هذا الصدد أو أحد أسبابها الرئيسية على الأقل هي انفصال العلاقة المبدئي بين مثلث الرسالة المبدع الناقد المتلقي، يلي ذلك مستوى آخر من الانفصال بين المبدع والمجتمع، وبخاصة في المجتمعات الفقيرة على سبيل المثال، حيث الحاجة الثقافية تقف آخر أولويات الفرد، وقد لا تدخل ضمن نطاق رغباته بالأساس طالما الحاجات الحياتية لا يستطيع تلبيتها بالشكل الأمثل. ثم الانفصال الأخير بين المبدع والناقد وشعور العدائية المطبق بينهما من باب أن النقد مسألق حتى وإن كان ذلك في شكل ضمني غير معين. في النهاية لم ننص تقريبا بالاتفاق من متلازمة النقد والأدب في العموم، عندما يذكر النقد تكون الخلفية الاستقبالية له مهيئة لتناول عمل أدبي، ويلي ذلك مستويات النقد الأخرى بداية من المجالات الفنية بصري أو سماعي، مرورا بالحقل الفكري نظريات ومفاهيم، ثم نصل للدرجة القصوى من التخصص في المواضيع العلمية التي لا يكفي لنقدها الإمام العام وفقط، بل يجب أن يكون أحد متخصصي تلك العلوم. من هذا يتضح أن الفعل النقدي الأدبي تحديدا يمارسه المتخصص وغير المتخصص، وقد يفوق النقد الانطباعي عن العمل بنظريات النقد الأكاديمي التي يستعملها وتطبقها على أي منتج كتابي مهما كان لونه. في الوقت الذي نرى فيه الكتاب بعضهم بالطبع يستطيعون ممارسة النقد دون خلفية دراسية منهجية معتمدين على الذائقة والقراءة الهاضمة، وفي تنظيرات ماركيز ويوسا وكنديرا عن الرواية على سبيل المثال خير دليل على هذا. ويمكن تقسيم الحديث عن موضوع النقاش إلى ثلاث أضلاع تقريبا، لتكون حول المنتج النهائي والمبدع في ذات الوقت، الدراسة، الثقافة، النقد. وقد ورد في معجم المعاني الجامع أن الدراسة هي البحث والتحقيق، وفي كتاب الثقافة البدائية للسير إدوارد تايلور عالم الأنثروبولوجيا الإنجليزي في القرن 18 عرف الثقافة بأنها ذلك الكل الديناميكي المعقد الذي يشتمل على المعارف والفنون والمعتقدات والقوانين والأخلاق والتقاليد والفلسفة والأديان والعادات التي اكتسبها الإنسان من مجتمعه بواسطه عضويه. وتكملة للتعريفات السابقة، سيكون النقد هو التعبير المكتوب أو المنطوق من المتخصص يسمى ناقدا عن سلبيات وإيجابيات أفعال أو إدعاءات أو قرارات يتخذها الإنسان أو مجموعة من البشر في مختلف المجالات من وجهة نظر الناقد، كما يذكر مكامن القوة ومكامن الضعف فيها، وقد يقترح أحيانا الحلول. إلى أي مدى تتضافر أو تتنافر هذه الأضلاع المختلفة والمتغيرة للعملية الثقافية؟ وأين يمكن لها أن تلتقي إن أمكن ذلك؟ منذ التوجهات الأولى التي أطرحها الدكتور محمد زكي العشماوي على سبيل المثال في كتابه دراسات النقد الأدبي المعاصر الصادر عن دار الشروق 94 حول إشكاليات القيم أو القيمة عبر تطور مراحل الأدب وصور الصراع على هذه القيم في الأدب الإنجليزي المعاصر مرورا بلورانس وإليوت والأمراض الفكرية في القرن العشرين كالغربة والنسيان الروحي واللا معقول في أعمال كامو وسارتر وكولن ويلسون، وصولا إلى أندرو بينيت في كتابه المؤلف
الصادر ضمن مشروع كلمة بهيئة أبو ظبي للثقافة والتراث 2011، ويناقش فيه واحدة من أهم المصطلحات النقدية والنظرية في الدراسات الأدبية، وفندا الجدل الدائر حول دور المؤلف الضلع الأول في وجود العملية النقدية، ومناقشا إعلان رولانبر الجدل القائل بموته، متتبعا التعريفات المتغيرة للمؤلف والتطور التاريخي للتأليف من هوميروس وحتى الوقت الحاضر. أكمل ولا؟ شكرا يا استاذ، كده الوقت تمام. جدا طبعا بنجدد ترحيب مركز الدراسات الثقافيه بحضراتكم جميعا، وبنشكر مجله الثقافه الجديده، انا نسيت اشكرها في البدايه على دعوتها الكريمه لينا، لان الاستاذ سمير درويش هو اللي يعني بادر بدعوتنا لهذا اللقاء واقترح علي هذا الاقتراح. الآن مع كلمة الزميل الفاضل الدكتور محمد صلاح زيد، وناقد أكاديمي ومحاضر في النقد الأدبي الحديث والمعاصر، وهو عضو مؤسس في مركز الدراسات الثقافية، وكلمته حول أدب الصمت عند إياب إيهاب حسن. أدب الصمت عند إيهاب حسن مكوناً ثقافياً. في كتابه دورة ما بعد الحداثة الذي ترجمه عن الإنجليزية محمد عيد إبراهيم، يتحدث الناقد المصري الأصل الأمريكي الجنسية إيهاب حسن عن أدب الصمت كمكون رئيس لفاتحة ما بعد الحداثة حسب تسميته، فيقول: تبدو فكرة الطليعيين اليوم بالغة البساطة، وقد خسرنا بتعودنا على تحمل الأزمة حصة الثقة بالتوجه أي طريق، فالأدب يتحول ضد ذاته ويطوق إلى الصمت، يمضي في تلميحات مقلقة من الانتهاك، ويقصد بالانتهاك التركيز على معاني الشر في الكلمات وإشباع الرغبات على المدى القصير، والحد من القدرة على كسب الناس على مدى طويل وجلب العالم في صفنا، والرؤيوية، فيقصد بالرؤيوية تملص من المقدس والديني والنزوع إلى تدمير العالم والهزأ بنهاية التاريخ أو العالم، مع الاحتفاء بالعنصر المخيالي في الأدب. وإن وجد طليعي في عصرنا فقد ينوء بالكشف عن انتحار، ويأتي مصطلح لا أدب بإزاء لا مادة للترميز فقط، وليس انحرافا لأشكال بل لنوايا وطاقة تنقلب للخارج. فهل يكون المستقبل عندئذ وبكامله شريدا وكارثة لكل من يزاود الأدب؟ ينهي الناقد إيهاب حسن فقرته بسؤال سؤالي هذا الجدير بالطرح، لعل سؤالا كهذا قد يفهم منه أنه سؤال منحاز بالتأكيد، أو منحاز لتأكيد وإثبات قناعات أنصار تيار ما بعد الحداثة، إذ إنما يميز الوعي ما بعد الحداثي هو ذلك الشعور بالتمزق والضياع والاضطراب المطلق الذي لا يمكن الفرار منه. يعود إيهاب حسن ليجيب عن سؤاله الذي طرحه آنفا فيقول: مع أني لا أثق في أن الكلمة تنهك إمكانات الروح، إلا أني أعترف بأن الكارثة تذهب وتعود بترنيمات حاذقة، ولقد زعم الصوفيون دائما أن الكتابة هي سبيل للخروج، وأن نهايات الأشياء تؤذن ببدايات الجديد، ويفاجئنا في نهاية فقرته بقوله: لكنها صيغة للمفارقة برغم ذلك، فالصمت في الأدب ليس نذيرا بموت الروح بالضرورة. يذكر إيهاب حسن أننا نحتاج إيضاحا لعناصر الصمت، فيقول: تساءل لورنس داريل مرة وميلر في باله، ميلر هذا هو روائي وفنان أمريكي اشتهر بتحطيم الأشكال الأدبية وأدبه على نمط السيرة، الانتهاك والجنس والصوفية من أهم ملامح كتابته، هل الفن دائما هو الانتهاك
هل من طبيعته أن يكون انتهاكاً؟ يمكن لنا أن نقر باحتواء الفن على عنصر خطر، بل غواية دون إذعان لفكرة أن الفن كله انتهاك. يبدو أن المذهب الخاص بالأدب الحديث على العموم يبرهن على رؤية داريل. داريل هذا هو روائي وشاعر ومسرحي ورحالة إنجليزي، فهو يتلمس ثابتاً تلك الخبرة التي يقرها، الخبرة التي تمثل تمرداً ميتافيزيقياً في يعني في شخصية في رواية اسمها قبطان رواية، هذه الشخصية اسمها أخاب للأمريكي هرمان فالفيل. هذه الشخصية أو ملخص لهذه الرواية، يأكل الحوت ساقه فيظل يطارده للانتقام، يطعن الشمس إذا أهانته، أو يعيد إيفان كارامازوف بطل اللي هو أخوة كارامازوف للكاتب الروسي دوستويفسكي. وهي آخر رواياته. كان ذكيا لكنه كان مشوش الحس. قال: لست ممن لا يقبل الرب، لكني أود لو أعيد له تذكرته في توقير تذكرة الحياة إلى الرب. تمرد ميتافيزيقي وفي الوقت ذاته تنازل ميتافيزيقي. رغبة في الفناء كما حدده ألبرت كامي روائي ومسرحي فرنسي من أصل جزائري. تمثل آراؤه روح التمرد والعدم، ينادي بالحرية الفكرية والجسدية ويعد وجوديا مع أنه كان ينكر ذلك. صرخة الضمير المنتهك بتمرده الخاص الانتهاك عندئذ يوضع الإنسان في محك التجربة. ما يؤكده هو جدلية العنق، فعل شيطاني ورد فعل شيطاني منضبطان في وحدة مفزعة تصبح فراغا في النهاية. وهنا يسعى إيهاب حسن لتأكيد أن العنف الذي يؤسس له داخل الأدب من نوع خاص هو عبثي، حتى إنه قد لا يتعلق بمعنى أو قيمة. وظيفته هو تحويل البشر إلى أشياء تحت ضغط منه، مسخ سفلي للبشر. شكرا. دكتور خالد موجود مش كده؟ دكتور خالد ملهاش؟ طيب الآن مع كلمة الدكتور هشام زرزون، مدرس بكلية الآداب جامعة القاهرة. مدرس مساعد. على وشك مدرس إن شاء الله نحضر المناقشة قريب جدا. خلينا للآخر لو في ما فيش غير انا مثلا احنا بنستعمل عشان الوقت يعني تخصص مقطع ادب من الحديث. ورقه دكتور هشام بعنوان تكون النقد الثقافي. النقد الثقافي بتكون هشام هنشوف بقى مع اللي هيقولوا في الحلقه. هي الفكره ان ايه بعد مساء الخير عليك الاول. من اللي بالك ان جنبي الدكتوره قبيله قالت انكم مساء، انت قلت مساء الخير وبينهم هو هو الفكره في انه تلقي العربي للنقد الثقافي تلقي ينظر بطرف للثقافه الغربيه. هذا الطرف ربما كان حذرا في جانب منه عند البعض، يتوجس خيفه يعني، وطرف اخر لا ينفك عن اصولنا التراثيه واجدادنا الذين سماهم الدكتور يسري حتى اللي قبلهم كمان. هذه الإشكالية الحقيقة ربما كان بعض النقاد العرب الذين يصنفون على أنهم من رواد النقد الثقافي كانوا سبباً فيها بشكل أو بآخر. لا أبرئ الغزامي إطلاقاً من هذه الإشكالية. الغزامي في طرحه للنقد الثقافي قدمه بوصفه بديلاً إما هذا أو ذاك، المسألة ليست هكذا. من يتابع حتى سجاله في ثقافة الأسئلة يجد متصور هو بنية العقل العربي جزء منها كده، ما تقدرش تتصور الموضوع إلا من منظور وهي تبقى كده. بينما لو اتسع الأفق شيئا ما نكتشف أنه التيارات النقدية الحديثة والمعاصرة لم تكف في لحظة عن فعل التجديد. هذا ينسخ ذاك ثم هذا ينسخ ذاك، الفكرة كلها قايمة على تحويرات مستمرة
للتيارات النقدية تنسخ بعضها. يعني لو تصورنا النقد التعبيري، النقد الاجتماعي، بانشغالاتهم، هذا منشغل بذات المبدع وهذا منشغل بالمجتمع، ده المرآة لجوه وده المرآة لبره، في الآخر كلهم سياقيين، من هنا يجي النقد النصوصي ردة فعل ده، فتظهر الاتجاهات النصية كلها بنيوية إلى آخره بقى، ويمر ده كله بشكل أمين الروسي، يقولك لا ده أنا هرمي كل الحاجات دي في شنطة على أول النص وأنا داخل كل السياقات دي، وأدخل للنص من غيرها ممكن ألقفها كده لو افتكرت وأنا خارج من النص. يجي الناقد الثقافي يقول طيب ما المانع أن نضع النقد الثقافي في منتصف دائرة، ونفترض أنه دولة ما، لهذه الدائرة أو لهذه الدولة تخوم، وأنا أفضل مصطلح تخوم عن مصطلح حدود. لماذا؟ فكرة الحد حتى في جانبها الفلسفي، بالضبط حد، يعني أنت هنا وأخرك هنا، إلى هنا تنتهي ومن هنا أبدأ أنا. لكن فكرة التخوم وهي ربما كانت مرادف لغوي آخر للحد، لكنها تساعدنا أكثر لوجود مشترك معرفي بيني، نلتقي فيه، نتبادل الأدوات النقدية فيما بيننا. النقد الثقافي وسع المعتمد النصي، ومن هنا كانت فكرة أنه يسمى نقد ثقافي مش نقد أدبي، لا ثبتا للنقد الأدبي كما تصوره الغزامي وصدر هذا الطرح لنا، ولكن توسيعا للمعتمد النصي، المادة التي نتعامل عليها. لو بحثنا في خلفيتنا احنا تخصصاتنا الدقيقة هنلاقي حد من فلسفة، حد من نقد، حد من دراسات إسلامية. ما الذي جمعنا الآن؟ هو النقد الثقافي، المادة اللي بنشتغل عليها اتسعت، هذه المادة الخام التي يتعامل كل منا معها بطريقته ووفق مداخله التي يرتئيها، هي التي تجمع المشتغلين بالدرس الثقافي والممارسة الثقافية معا. فهذه الثنائية سببها ليس إعدام الموت النقد الأدبي وموت واوا إلى آخر هذه المقولات، ولكن السبب أننا لم نعد فقط ندرس نصا أدبيا، وبالتالي لم يعد نقدنا فقط نقدا أدبيا، لقد اتسع بمفهوم المادة المدروسة لتجاوز النص الأدبي. الدكتور معتز من شوية كان بيكلمنا عن التاريخانية الجديدة، التاريخانية الجديدة كما فهمها ستيفن غرينبلات يتحدث عن تحويل التاريخ لنص، كيف يتحول التاريخ لنص قابل للدراسة الثقافية، ومن هنا يدخل النقد الأدبي بأدواته، ويدخل النقد الفلسفي بأدواته، ويدخل النقد الاجتماعي بأدواته، ويدخل وما قدمه الدكتور إكرامي لرؤية بيرجر. رؤية بيرجر رائعة جدا، الرجل لم يعرف النقد الثقافي بالمناسبة، من قرأ كتاب بيرجر ورجعوا للأصل مش لترجمة الدكتور وفاء ودكتور رمضان بصريس مع كامل احترامي، جزء من أزمة النقد الثقافي هذا المسخ الذي من حسنات حظي، الحسنات التي الحقني بها القدر، ان انا دورت الاول عن النسخه المترجمه ما لقيتهاش كعادتنا، يعني بنستسهل ما لقيتهاش، فكان البديل قدامي انه هتقعد تقرا ده، وبدل ما كنت هتقرا التاني مثلا في يومين ثلاثه، لا يا عم فضي نفسك اسبوع وشوف الراجل ده بيقول ايه، فلقيته بعدها بقى. فالحقيقه كنت سعيد جدا انه توفرت على قراءة النص نفسه الأصلي، لأنه لغة الراجل المترجم خائن بشكل أو بآخر، والخيانة على مستوى الترجمة الأدبية يسيرة، لكن على مستوى الترجمة النقدية والعلوم المعرفية بشكل عام بشعة جدا، لأنه كلمة ممكن تنقلك لزاوية تانية. بنتلقى برضو في الترجمة وفق خلفيتنا إحنا العربية، من قبيل المثال مثلا الحيل والألاعيب في الحديث عن الشكلانية، مستحيل يكون عندهم حيل والألاعيب. حيل والألاعيب عندنا احنا في البلاغة العربية، لعبة البلاغة العربية جزء منها قايم على الحيل والألاعيب، اذا في حيل والألاعيب، لكن في الممارسة الله اكبر، في الممارسة الشكلانية استبعد ان تكون هناك حيل والألاعيب، يسموها الأمينة غير الجميلة مثلا. اريد ان اقول ان فكرة التخوم تسمح لنا بهذا التبادل، بما ان المادة اللي شغالين عليها منفتحة علينا أن ننفتح أيضاً بأدواتنا المعرفية، وهنا يصير من الطبيعي جداً أن يضفر النقد الثقافي بين
مدخل نفسي ومدخل اجتماعي، بين مدخل سيموتيقي ومدخل مثلا أنثروبولوجي، بين مدخل ماركسي ربما، ونفرق بين الماركسية اللي فشلت على المستوى السياسي وبين مدخلها الاجتماعي قراءة المسألة إلى آخره. مثل هذه المساحات البينية من شأنها أن تقدم لنا قراءة نقدية ناضجة وواعية. في هذا السياق يمكن مثلا أن نضرب بنظرية الاتصال، كيف لناقد أن يوظف نظرية الاتصال ونظريات الاتصال بشكل عام في قراءة وسائل الإعلام وتأثيرها على الجماهير. هذه مسألة غاية في الخطورة. إذا ضربنا مثلا بنظرية زي نظرية الحقن تحت الكتف أو نظرية الرصاص السحري، تلك النظريات من شأنها وغيرها نظرية الاعتماد، من شأن هذه النظريات أن تقدم وسائل الإعلام بدور التأثير المباشر على الجماهير، كما لو كان الجمهور ده قاعد متلقي سلبي قاعد عامل كده والرصاصة تطلع من الشاشة فتخترق بعد الشرع عنك وتخترق الجمهور كده بالشكل ده واحدا تلو الآخر تلو الآخر، رصاصة معنوية، رصاصة معنوية واحدا تلو الآخر تلو الآخر، فيحدث التأثير القوي. إيه؟ ده كارثة طبعا، ده اللي صعبان علينا. فتخترق المشاهدين واحدا واحدا ويكون لها التأثير نفسه بالقوة نفسها في الوقت نفسه ويوجهك بالتالي مين يمين شمال شمال. تيجي نظريات تانية تبدأ تقول لا، الوضع مختلف، لم يعد المتلقي ذلك الكائن السلبي الذي يتلقى وسائل الاتصال بهذه السلبية، أنا عندي استخدامات وإشباعات، هو فقط يتبنى من وجهات النظر المطروحة عليه ما يتسق مع وجهات نظر سبق أن خبرها بنفسه واكتشفها في الوقت. فلما يحصل ده يكون نسبة التأثير أكتر، ومن هنا تبدأ فكرة أنه لا، الإعلان مش هيمارس سطوته عليا كمستهلك ويتحول المستهلك للمستهلك الوحيد في العملية الإنتاجية. بشكل أو بآخر لما نطرح صورة المثقف في وسائل الإعلام، كيف أن حد كان كاتب بوست قريب يتكلم عن فكرة أنه أنت بتاع عربي يعني دكتوراه، حتى دي جايه منين؟ ما هي جايه من وسائل الاعلام. لما نطرح دي قد دي حقيقيه بتقابلنا كلنا، مش هي بس، كلنا بنشوف ده. لما نطرح صوره المثقف في وسائل الاعلام وكيف تجسد هذه الصوره بشكل ذهني، صوره ذهنيه تجسد اذا جاز ان نستعير تعبير لوكاتش نمطي بقى اللي هو بتاع عربي يعني تركيبه معينه كده، الدكتور جامعة يعني تركيبة معينة، شاعر يعني ذلك الكائن العشوائي اللولامي البوهيمي، تركيبة معينة بتقدمها وسائل الإعلام تبقى أنت شاعر. بالظبط. مثل هذه الظواهر المتداخلة لم تؤثر فيها حاجة واحدة بس، مجموعة عوامل متداخلة، علينا أن نتسلح إذن بمجموعة أدوات متداخلة، ومعترف تماما بوجود مجموعة حاضر، بوجود مجموعة إشكالات يتعرض لها النقد الثقافي. نعم، محاولة التوفيق أحيانا بتصير عند البعض محاولة تنفيذ، محاولة الترجمة المشوشة، ومستوى التاني بقى الاعتماد فقط في التلقي على مثل هذه الترجمات المشوشة. يعني نظرية الاتصال على مرحلتين مترجمة في الكتاب اللي سمت الإشارة إليه بالتدفق ثنائي الخطوة، مفيش حاجة اسمها كده في نظريات الاتصال، هي الاتصال على مرحلتين، نظرية الاتصال وهكذا. فلما الثنائي الخطوة يتحول لثلاثي الخطوة وربع الخطوة هنبص نلاقي في الآخر وصلنا لحاجة مشوشة ملهاش علاقة بالأصل تماما. جملة ختامية أخيرة، أي وافد غربي، عشان بس نرتاح كده ونبقى نتعامل بأريحية، أي وافد غربي أو حتى محدث عربي لو حاجة طالعة، مش إحنا عندنا نقاد عرب طلعوا علينا بأفكار كده من وقت للتاني كانت صادمة للبعض حتى إن البعض وداهم في 60 داهية، بيحصل. نعرض مثل هذه المقترحات والأفكار والمداخل النقدية على معايير القراءة. من أهم معايير القراءة اللي ما ينفعش ما نخضعش ليها النقد الثقافي بدوره سواء في نسخته الغربية أو في تلقيه العربي، معيار إمكانية إضاءة المعطي من نصي إلى أي مدى قادر يديني إضافة على مستوى قراءة النصوص سواء منها النصوص القديمة أو الحديثة. المستوى الثاني وقيس ده بيختبره بقى في كل، أنا بسألتي في الدكتوراه شغالة على الحتة دي، بقيس إلى أي مدى النقد الثقافي في ممارساته كان قادر يضيف على مستوى المعطي من نصي. الجانب الثاني ده مهم قوي، إلى أي مدى يستطيع النقد الثقافي أو غيره أي حاجة بنخضعها للنقد للإضافة الواعية للنظرية. عندنا رصيد نظري وتقاس تطورات العلوم وتطور الإنسانية بشكل عام برصيد النظرية، كلما تنامى رصيد النظرية كلما
كان هناك مداخل معرفية حقيقة بالإشادة وجديرة بالتبني. شكرا جزيلا لحضراتكم، شكرا جزيلا للجلسة الطاقة الجديدة. شكرا دكتور هشام. انا استاذن الاستاذه اميره بس تكلم من مكان عشان هي كلمتي انا مش عارفه اتكلم عنها. طيب دلوقتي شرفنا الدكتوره ساميه سلام، قبل ما اقدمها الدكتوره يلاد التنظيم الدولي دي جامع المخصصات والتواصل مع هي فاهمه كان كده جامع الناس كمان انت عارفه مش اي حد يعرف يقعد فيه. ماشي يا ساميه عشان لا لا ما فيش داعي يا دكتوره يعني دكتوره ساميه كل المركز بوجه لها الشكر على تعبها واختصارها وتنظيمها للندوه ووقتها مع الاستاذ سمير طبعا وجه الشكر تاني الاستاذ سمير واسره المجله اللي احنا مسهرينهم لحد دلوقتي وقاعدين بعد ساعات العمل الرسميه. دكتوره ساميه سلام بتراب الفلسفه الاسلاميه مرتبه شرف اولى اداب عين شمس ومراجع خارجي هيئه ضمان الجوده والاعتماد ومدرس الفلسفه الاسلاميه كليه الاداب جامعه بني سويف. وعنوان الورقه اتفضلي دكتوره ساميه. الورقه بتاعتي بعنوان جدليه العلاقه بين السلطه والعقل. مفهوم دكتوره مروه اللي هتمسكها بس من المعروف ان مفهوم السلطه السياسيه لا يمكن ان يتضح دون طرح صلته بمفاهيم اخرى بتتفاعل معه وترتبط به ارتباطا وصلا. اهم انواع السلطات التي تتفاعل مع السلطه السياسيه هي سلطه العقل لانها طريق للفهم والتاويل. فالسلطه السياسيه دايما بتحتاج الى الاهتداء بنور الفكر والثقافه والتفاعل مع المثقفين، هذا اذا كانت سلطه واعيه يعني، واستقطابهم غالبا حتى تاتي قراءتها على شيء من الانتظام والصواب. العقل النقدي دايما في مواجهه السلطه وينتج نظره متفهمه متحرره تسعى الى فرض التحرر، يعني يريد ان ينتزع الحريه انتزاعا من السلطه وتعطي فرصة للعقول الاعتقادية لكي تتحرر. السلطة العقلية يعني بتعطي فرصة للعقول الاعتقادية لكي تتحرر. فالفكر السياسي نتاج عقلي في جميع حالاته، يعني لا يوجد فكر سياسي بدون سلطة عقلية. يدفعنا النظر العقلي في كثير من الأحيان إلى مناهضة السلطة والوقوف ضدها للبحث عن التغيير. رأى أرسطو أن السبب الرئيسي للموقف العقلي الذي يواجه الناس نحو التغيير هو الرغبة في المساواة أو الرغبة في عدم المساواة، وهذه هي حالة العقل التي تخلق الثورة. هتسألوني إزاي الرغبة في عدم المساواة؟ الرغبة في المساواة يعني البحث عن العدل والعدالة الاجتماعية وغيرها. البحث عن اللامساواة أن أحياناً بعض الطبقات بتجد نفسها متساوية أو بعض الأفراد متساوية مع آخرين، وهؤلاء لا يجب أن يتساووا بهم، فيريدوا أن يجدوا لنفسهم بعض الامتيازات لعملهم مثلا الزائد أو ثقافتهم الزائدة إلى آخره. زي ما قال أرسطو كده إنه أفلاطون إن هناك في ثلاث طبقات في المجتمع، طبقة العامة أو الصناع وطبقة البنود وطبقة الفلاسفة، ورأى أن طبقة الفلاسفة هي التي اللي هم أصحاب العقول. هؤلاء الفيلسوف هنا بمعنى الناقد العقلي الذي يستخدم عقله هو الذي يحكم البلاد عشان لديه قدرات عقلية وتميز عقلي. وهذه الفكرة على فكرة الآن تتضح جدا لدينا في مجتمعاتنا العربية أننا بحاجة إلى عقول. الطبق من طبقة لطبقة أفلاطون رفض الصعود من طبقة لطبقة، يعني لا تخرج طبقة الجن وتأتي إلى الحكم مثلا، ولا تخرج طبقة الصناع وتأتي إلى طبقة الجند أو طبقة الفلاسفة. هذه النظرية أنا الآن أؤمن بها جدا. وتتفاعل السلطة العقلية مع السلطة السياسية، يعني في كثير من الأحيان بتتضح بعض الحقائق لبعض المقولات القديمة، نتناقش في الآخر معلش، المقولات القديمة بتتضح في النهاية. تتفاعل السلطة العقلية مع السلطة السياسية إما بتدعمها أو بالثورة عليها، ولا تمنح السلطة السياسية لسلطة العقل استقلالها أو صلاحيتها، ولكن السلطة السياسية هي التي تنظم ممارسات سلطة العقل وليس لها أي حق في أن تتدخل يعني في نشاط العقل.
وإنما لها الحق في النظر في سلطته بوصفه سلطة عامة، وكذلك لابد أن تعلن السلطة السياسية عن احترامها لسلطة العقل، وتعلن أيضا أن لها مقاييس عقلية لابد أن تتبع. يعني ليس العكس، ليس يعني لا يجب أن تكون السلطة السياسية هي المهيمنة على سلطة العقل. ممكن تنظم له العمل أو لكن لا تهيمن عليه، لكن ممكن قوي أن السلطة العقلية تهيمن على السلطة السياسية وتعطيها بعض المقولات والأفكار التي تجعلها يعني في مكانة أعلى، وتجعل قناعات الناس بها أفضل. مهمة العقل حول السلطة شاقة لكنها ضرورية، ولا يمكن التخلي عنها للتحرر من دروب التبعية، وبخاصة لأن العقل له الجرأة والقدرة على أن يسائل العنف ويرفضه مطلقا، ويضع أنظمة الحكم القائمة موضع النقد متحديا كل انتهاك لحقوق الإنسان. ولكي تكون الدولة عاقلة دنيوية مدنية لابد لها أن تتيح للعقل العمل بحرية، متى تحافظ على صلاحياتها، وعلى السلطة العقلية أن تنتقد الماضي السياسي بعد أن تتعرف عليه بموضوعية تامة وتعمل له يعني عملية نقد، وتضع تصورا للمستقبل من خلال البحث عن أفضل الأنظمة والأساليب السياسية للتوصل إلى أفضل صورة يمكن أن يكون عليها المجتمع في المستقبل أو في الوقت الراهن. واجه العقل في مسألة السلطة مشكلتين، مشكلة الحاكمين ومشكلة المحكومين. فعقل السلطة يرى المحكومين بطريقته، وعقل المواطن يبحث عن الحرية والحقوق، ده إذا كان واعياً، لأن هناك بعض المواطنين بيلجأوا إلى إن هم يعني ينفوا حقوقهم حتى بعدم وعي. في ظل السلطة الحاكمة وتمثل سلطة العقل السياسي، العقل السلطة السياسية متى كانت عادلة، وتقودها متى كانت جائرة. يرى ابن خلدون أن السلطة العقلية توجد حينما تكون قوانين الدولة مفروضة من العقلاء، فتكون حينئذ سلطة سياسية عقلية. أما في بقى أنا عاملة فكرة عن سلطة العقل وسلطة الدولة عند الفرق الإسلامية، هل تمسكت الفرق الإسلامية؟ يقال إن الفكر السياسي الفكر الإسلامي ليس به فكر سياسي، أو إن الفكر السياسي كان فيه منخفض جدا. الحقيقة لا، أنا لما يعني خدت في هذا وجدت أن المفكرين المسلمين كان ليهم آراء نقدية في الدولة، ورأوا أن تمسك الدولة منوط بقوة عقيدتها من جانب، وبمحاولة الاستيلاء على هذه العقيدة بالبراهين العقلية من جانب آخر. عكست بعض الفرق هذه السمة عندما عبروا عن أفكارهم السياسية بمصطلحات فلسفية، فتم وضع المعارف العقلية لخدمة الأفكار السياسية، حيث أن العقل للعقل الصدارة عند الفرق، بعض الفرق الإسلامية منهم مثلا المعتزلة، ومنهم بعض الشيعة زي إخوان الصفا مثلا. دعا إخوان الصفا مثلا إلى المعرفة والتنشئة السياسية، وتمسك المعتزلة بالعقل، وهذا ينبه إلى ضرورة وجود حوار بين السلطة والمعرفة حتى لا تكون هناك أنظمة طاغية. ونشأت المعارضة والاجتهاد عند الفرق الإسلامية على أسس عقلية، مع الأخذ في الاعتبار بأن لكل عصر ظروفه ومشاكله التي لا تنقطع، وباب الرأي مفتوح للمعارضة، أو المفترض أن يكون كده يعني، والتدخل العقلي في المجال السياسي وإن كانت أوضاع السلطة وشؤون الحكم في نطاق الدين، إلا أنها من اجتهادات البشر، حيث أن النص لم يحدد شكلا معينا من الحكومة يجب اتباعه. النص الديني بتاعنا لم يحدد نوع معين من الحكومات يجب أن نتبعها، وفتح الباب لكل الاجتهادات. وتدفع الأحداث السياسية بالعقل إلى البحث في أغوار النصوص الدينية لاستنباط أحكام تحقق حلم الإنسان في العدالة وتخلصه من أغلال القهر. ونجد مثلا أن المتكلمين تمسكوا بالمعرفة العقلية، وأصلا علم الكلام نشأ للدفاع عن المعتقدات الدينية بالحجج العقلية، وتسلح المتكلمون بكل ما يعنيهم في سبيلهم، فاستخدموا المنطق اليوناني يصبون في قوالبه وقضاياهم، وعرفوا أداب الجدل والمناظرة، واطلعوا على بعض الكتب السياسية، ثم نظروا في كتب الديانات الأخرى. حاضر طبعا بلورة الموضوع ده كله في مسألة التأويل العقلي للنصوص الدينية. هذا التأويل هو الذي سيجعلنا نعمل القياس،
احنا نقي بان احنا ما يسماه الفلاسفه المسلمين او المفكرين المسلمين القياس الاصولي او القياس الغائب على الشان، ان انا عندي نص وبطلع منه احكام للاشياء او المستجدات التي تاتي الي في العصر الراهن بما كان يحدث او بما نزلت فيه ايات سابقه، واعمل له عمليه قياس. وفي يعني مثلا زي تحريم الخمر بعله انه يذهب العقل، هناك مستجدات في العصر الحالي او بعض الاشياء التي تذهب العقل ما كانتش ليها مسميات قبل كده، زي ما احنا بنسمع عنه في الافلام وغيره الترمادول وغيره والبانجو مش عارف ايه الحاجات دي، هل هي تذهب العقل؟ بتذهب العقل. فبقى انا بقيس هذه العله على عله اخرى بهذه الحالة على حالة أخرى بعلة واحدة اللي هي علة ذهاب العقل، يبقى في الحالة دي بحكم بنفس الحكم. طب أشكركم عشان الوقت لأن الموضوع طويل. مروة بس قبل المناقشة وقبل الجدل عايزين نفك القعدة، بس في حاجة بسيطة كده فكرتني بيها أميرة. في أول السبعينات انتوا عارفين دار الأدباء اللي في أصل علم ولا لأ؟ ده كان اللي يدخل دار الأدباء ده يعني صفوة القلب. فاحنا كنا بنتمرن في اول السبعينات في جريده الاربار، وكنا بناخد كام؟ كنا بناخد 5 جنيه في الشهر. ده صرف فيها الشباب. فعملوا ندوه، عملوا ندوه عشان امير الكلام ده، عملوا ندوه في دار الادباء. مين اللي كان قاعد الندوه؟ الندوه دي كان يوسف السباعي، وجنبه مين؟ وجنبه انيس منصور. كان انيس منصور لسه صغير كده يعني. وكان معانا الاستاذ عبد المنعم شميس الله يرحمه، ده راجل اعلامي واديب ومؤرخ عظيم، فهو اللي واخدنا، هو اللي دربنا في الاخبار. فقالوا ايه؟ الاسئله ما يسالهاش حد غريب، انتوا اللي تسالوا الايه؟ الاسئله عشان يبقى منكم فيها. هو قاعد طبعا نقول الحريه والديمقراطيه و رفع الاسئله طبعا طبعا بدون الاسئله فادونا الاسئله. فقمت قال لي اسال، فقال لي ايه؟ بص على المنصه، ساعه ما اعمل لك كده على المنصه يا امير. المنصه يا امير. فالاول ما اسكت يبقى ايه؟ اسكت يعني. فالمهم ايه؟ قلت له بعد اسم حضرتك؟ قال لي اتفضل. قلت له حضرتك صور يوليو هي لصناعتك. بس. لمين؟ ليوسف السباعي. يوسف السباعي. ايوه. قلت له لولا صور يوليو وحضرتك ما كنتش بقيت اديب. طبعا الاستاذ عبد المنعم شميس يعمل اقعد. المهم طبعا هو كان ذكي قوي فخرج من السؤال فدخل في موضوعات تانية، وكانت النتيجه انني حرمت من الستة جنيه. خمسة لما المنصه تشاورني لازم بقى فالقول قول المنصه فصدقوا. خلاص يا اميره شكرا. طبعا احنا دلوقتي في نهايه كلماتنا كلنا، عايزين نفتح باب النقاش، بس طبعا مش هنطول قوي في نقاشنا يعني ارجوكم، لان زي ما قال الدكتور يوسف هي ليست يعني ندوه لكنها مائده مستديره. دكتوره عزيزه عايزينها تتكلم كده عشان اقول ايه تستفيد. عايزه تخصصها اصلا. دكتوره مروه برضه يعني ما تتكلمش. ماشي بس اتفضلي. لا 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 اتفضلي يا دكتوره عزيزه. لا انا عايزه اسمع مروه الاول. انا هقول يعني اتفضلي يا دكتوره مروه. اولا اشكر ساميه قوي 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 على مجهودها، وبشكر الصحافه الجيله والحضور وكل اعضاء المركز يعني دايما بشيرها ان شاء الله. وبستاذن الرساله توصلها للاستاذ سمير ان نفتح الباب لمده شهر لتلقي المقالات، ولو حد الوقت ما اسعفوش ان هو يشترك. لا انا سيبي انا الموضوع ده. دكتوره ساميه ولو حد الوقت في ناس كتير كانت عايزه تشارك الوقت ما اسعفهاش انها تبعت الملخص، لو في ورق متحكم وحلو يدخل برضه ضمن الملف مش الحضور فقط، لان في ناس فعلا ما لحقتش تقدم وكانت عايزه تبعت الملخص في ناس بعد الملخص وفي ناس بعد الملخص 15 ناس. احنا متفقين يا دكتوره مروه، احنا متفقين مع الاستاذ سمير على اسبوعين بعد اقصى 8 ديسمبر. يعني اقصد اللي ما حضرش ويحب يشارك ويجهز حاجه استاذ عادل يعني ممكن تعمل لنا بس عادل. طلب يعني سبيشال ريكويست. انا مش فاهم معايا مش مشكله 8 ديسمبر 8 حد اقصى. انا بس هقول تعليقات سريعه. دكتور فرانكو اسنتوري، وانا بأيد دكتور محمد صالحين طبعا، هو التمييز ضد المراه لا علاقه له بالدين، لا علاقه له بالدين يعني كل الاديان. حجم ما بين تعليقه على الدكتور يسري والدكتور اكرامي ان اي طرح كلمه النقد الثقافي على طول بيروح ربطه ما بينها وبين عبد الله الغزالي. عبد الله الغزالي عطيت على اطراف حوالي ربع قرن تقريبا، ربع قرن، فلها ما لها وعليها ما عليها
جاءت بعض الممارسات عديدة، وفي كتب أُلفت وأبحاث نشرت في الرد على محاولة عبد الله الغزامي. عبد الله الغزامي قرأ النقد الثقافي في غير سياق وفي غير مظانه الرئيسة، وبناء عليه كون نظرية. أول وقوع للنظرية دي لما أعمل نظرية وأقول إن أنا هخصص بيها دي تدرس نصوص بعينها. ده لا لا يليق. وبمعنى أصح زي ما دكتور هشام برضه تفضل الحي هشام على ورقته، لأنها تنم عن فهم ووعي ولم خيوط المسألة في إيده. أنا كنت بتنفس بصراحة، هو بيقول زي ما يعني إن هو معايا على الخط، كل نص وراها فيها ثقافية وكل المناهج بينية، لأن أي منهج بيتبعه ممارسة بتعدل في المنهج بيخرج منها المنهج جديد، فكل المناهج بينية. مسألة الغض من البلاغة والبلاغة القديمة ليست حكرا على النقد الثقافي، لم يكن هذا على الإطلاق. دي محاولات من قديم، من أيام البنيوية ومن أيام اللي هي وقت البلاغة العربية. البلاغة العربية فيها بعض الكتب المعيارية زي ما موجود في التراث الإنساني، برضو في تراث النقد الثقافي وتراث التأويل بعض الفلاسفة بيطالبوا بالمعيارية والمنطقية في التحليل، فده تراث إنساني مشترك. لما بناخده بهذا الشكل. دكتورة أميرة، يعني أنا قريت الملخص لحضرتك وسمعت حضرتك، فهقول لك بقى إيه نصيحة وسؤال ممكن أعتدي من دكتور سؤال. أنا ببدأ بحث، أنا كنت لسه بتناقش قبلها، ما أقولش أبدا مما لا شك فيه، لا في شك. احنا جايين عشان نشوف حتى بصي الورق اللي احنا بنخلصه بعد 10 دقايق لسه ما بدناش مع الدكتور، عايزه اقطعه لان انا شاكه فيه، مش عايزه حد يقرا حسن ما مش حاسه. لا في شك وفي شك وفي شك. انا هكتب بالنسبه للمكتوب انا بسال بقى بالنسبه بناء على الملخص. انا بسالك على اللي حضرتك عرضتيه، توصلتي من بعد العرض الى ان النقد الثقافي هو اداه ولا منهج؟ هو يعني انا نشاط نشاط، يعني ما اعرف النقد الثقافي هو كان اذكى منك الهارب من التعريف، فحضرتك بتقولي ان هو نشاط معرفي. يعني هو مش نشاط، يعني هو بيفعل منهج، هو بيفعل منهج، لكن ده يعني مع انه منهج ما يمنعش ان هو يكون في نفس الوقت نشاط معرفي او اداه لقراءه النص. لا يا اميره متفق كده. طب تكمل لنا بقى هسألها. يعني انا يعني هسأل دكتورة عزيزة، هل هو اصلا مفهوم تجميع لمحاولات عقليه وفكريه مستمره من يعني من علوم اخرى؟ انا مشغول وهدخل ده بمدخل يعني شبه بقى هتلاقي معاك شويه. هل في نص استطيع ان اقراه دون قراءه فيه؟ يعني هل في نص ممكن اتركه من ضيق التلفيز الثقافي؟ ما ينفعش طبعا. حضرتك بتتكلم ده شغل. لا هو يعني النقد الادبي بعيد جدا عن اي نص هذا بس يحمل الى جانب قيمي الجمالية قيمة ثقافية وعكس العكس. النصوص المعرفية تأتي تعبيرا عن انساق ثقافية مضمرة. اي نص معرفي من يوم يعني النصوص الفلسفية، من يوم ما افلاطون اتولد، من يوم ما سقراط اتكلم، هذه النصوص معرفية تعبر عن انساق ثقافية. قراءه النص الابداعي في ضوء سياقه الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والتاريخي يدخل في اطار النقد الثقافي. هو ده النقد الثقافي. النقد الثقافي المنهج يتسع لكل المناهج، يعني هو منهج المناهج الذي استطيع من خلاله ان اوظف كل المناهج واخذ منها ما يفيدني في تحليل النص، لانه مرتبط بيه منهج التحليل الثقافي. السؤال اللي عايز بقى اساله، ما هو الفارق هنا العلمي بين منهج النقد الثقافي والتحليل الثقافي؟ ده المأزق اللي معظم الباحثين الكلام وخاصة الباحثين الأنثروبولوجيين مثلا يقع فيه، باعتبار انه فيه أزمة البحث عن منهج الآن داخل الأكاديمية المصرية. فالنقد الثقافي طيار موجود ممتد بقاله النهاردة أكثر من 10 سنين، وهناك أساطين بيحاولوا يروجوا بقوة له في الواقع الثقافي. ده بظني كان للهروب من أسس منهج بعينه أو من أسس نظرية بعينه.
لكن مرتبط بيه جدا التحليل الثقافي. التحليل الثقافي منهج موجود في دول العالم من اكثر من 40 سنه بيشتغلوا عليه بشكل دؤوب جدا، وهناك انجازات مهمه وفي كتاب مهم قوي كان نزل المركز القومي للترجمه بيعرض لهذا المنهج وادواته ايه. فهل في علاقه، هل النقد الثقافي في علاقه بينه بمنهج التحليل الثقافي؟ احمد ابو زيد الدكتور محمد خمس دياب الله يرحمه كان مهم جدا لانه اتكلم على ابعاد منهج التحليل الثقافي في العالم الامن دول ازاي؟ زاد الاكاديميه المصريه محاصره داخل تدريس المناهج بالبنيويه، يعني اذا وصلت البنيويه ما زال هناك الكلاسيكيه وما زال هناك الرومانسيه وما زال هناك ما اعرفش الرمزيه والتعبيريه والى اخره. بتكلموا عن التحليل الثقافي الان يعني لسه المنهج ما اتقعدش قوي داخل الاكاديميه، ملوش اسس قويه، مفيش محاضرين اقوياء فيه بيقدروا يقدموا هذا المنهج وادواته ايه وابعاده ايه وحريه الباحث هنا في استخدام هذا المنهج لحد فين؟ لانه بيفاجئ اي باحث داخل الاكاديميه المصريه انه لما يجي يستخدم منهجين في بحث علمي واحد بعض الاساتذه بيحضروا الاشتغال بمنهجين داخل البحث العلمي واحد، يعني القليل منهم من يسمح باستخدام منهجين. ما بالك ان التحليل الثقافي ويستخدم كل هذه المناهج معه، ياخذ من كل المناهج ما يحقق بغيته من النص، سواء كان نص اجتماعي في الانثروبولوجي او سواء كان نص ابداعي في المتابعه. دي بس كانت دخله جميله جدا. حاضر، بس هنسمع الدكتور محمد عشان عنده قطر وبعدين اتفضل. جزيلا، يعني اكرر شكري وامتناني وسعادتي بوجودي بين حضراتكم. ورجاء من إدارة المجلة، نحن لا نجد الأعداد ولا ندري أين نجدها أعداد المجلة، مشكلة توزيع في مشكلة كبرى ضخمة جدا. فما هو الحل؟ حضراتكم قولوا لنا بس نلاقيها فين واحنا نروح نشتري، بس نلاقيها فين؟ يعني في مسبيرو مثلا، مكتبة مسبيرو اللي تحت تنزل في مسبيرو باستمرار، لأن كل المعدين بياخدوها من عند عريان تحت تحت الاذاعه والتلفزيون. يعني ده مكان هو اشكال المجله مع التوزيع حقيقه. واشكال المجلات الصحفيه في مصر عدد البشر قليل، هامش الربح الممنوع للبائع قليل جدا بالنسبه له قياسا لهامش الربح اللي جاي من كله. فتبقى المجله عنده لكن ما بنسالش على الاستاد. بنسال يا فندم والله هو موجوده كل حاجه، بس هو مش متحمس قوي انه يروح يحطها على الاستاد ليه؟ مرة حد قال لي ان احط فيها كتاب، احط فيها كتاب تمام، ياخد من الكتاب 15 جنيه، ياخد من المجله عندي 30 قرش تمام. وصل ان الكتاب بيأجره وبيرجعه تاني، كتب بتتأجر من عند البياعين. مظبوط. بس يا فندم الصراحه يعني حضرتك انتوا بتطبعوا 2000 بس بتوزعوا 1000 ونص وبتخلوا 500 عندكم، 1000 ونص للجمهوريه كلها عدد قليل جدا. يعني طبعا انتوا بتطبعوا 2000 رقم خلى اسمها مجموعه. يا دكتور سامي توصيا المجلة مقروءة ولها اسمها وفيها بخوص رصينة، يعني كل الشغل اللي فيها يا على فكرة انا عايز اقول لكم على حاجة، انا متواصلة مع استاذ سمير بقالي اكتر من سنة والله احنا عمرنا ما تلقينا، فهو الراجل كل ما بنطلب منه طلب ما بيتاخرش وده حاجه جميله. طيب علشان ما اخدش وقت طويل اتفضل حضرتك لو عايز اي عدد. طيب كتر خيركم كتر خيركم شكرا. طيب وبحث التاريخ هنا دكتور اكرامي تقريبا ولا دكتور معتز؟ دكتور معتز. سؤالي، هل هذا التيار تيار معاكس لنظريه نهايه التاريخ، موازن له متداخل معه؟ ده سؤالي. أستاذة أميرة، يعني مجرد اقتراح أن تنظري في كتاب الأستاذ الدكتور السيد محمد عمر
الدراسات النظرية السياسية لجامعة حلوان عنوان بناء المفاهيم ودورها في نهضة الأمة، حتى نفرق ما بين المصطلح والمفهوم. المفهوم له بناء يعني خاص ربما تستفيد من هذا الكتاب مجرد اقتراح. المصطلح يعني هي مصطلح ينتمي يعني للمنظومة الفكرية والفلسفية للمحيط الذي نشأ فيه. طيب بص للكتاب، انا مش معترض على حضرتك، انا بقترح حضرتك تنظري في الكتاب لعلك تستفيدين فقط. لا دكتور محمد صلاح، كنت اود ان تقول لنا من ايهاب حسن الذي تحدثت عن ادب الصمت عنده؟ لم انا اول مره اسمع عنه، فيعني كان دكتور هشام زغلول. انا بشكر حضرتك جدا، لان الحقيقه مساله التخون دي مساله مهمه جدا من ناحيه تسهم اسهاما حقيقيا في توسيع رقعه التسامح، وهي رقعه لا تضاد المنهجيه والتكامل، وهو لا يضاد التخصص وآليات التعايش بقدر ما فيه من أداب التغير، فهي الحقيقة منهج محترم وأنا أحييه. الدكتورة سامية، إذا سمحت لي، صحيح أن الإسلام لم يأتي بنظام حكم محدد وإنما تركه مفتوحا، ولكن بأركانه الشورى ضد الاستبداد، المدنية ضد الثيوقراطية، العدل في الأرزاق والإحسان في الأخلاق مع حرية الفكر. دي أمور أركان مهمة يعني جدا، يعني هذه أركان بغض النظر بقى هو هيبقى ملكي هيبقى جمهوري هيبقى ما أنا أقوله، بس هذه الأركان أركان تعتبر إنسانية ومعروفة حتى من قبل لا لا ده نص عليها الإسلام. لا ده نص عليها نصوص يعني هذه الأركان تم النص عليها، لكن كيف تفعل تركها انا كنت ناقشت الفكره دي وناقشت كتاب الدكتور علي عبد الرازق اللي هو الاسلام واصول الدوله، في كتاب ليا كان اسمه سلطه الدوله. نعم. اسمح لي ان انا ارسله لحضرتك ان شاء الله عشان يعني الموضوع هيطول، لكن انا ظني ان الاسلام لم يحدد طبعا اي نظام، لكن انا متفق على هذه المبادئ او الاركان. طبعا شكرا جزيلا، شكرا، اشكرك. اتفضل حضرتك، حضرتك كان عندك سؤال مش كده؟ عندي اسئله. اتفضل يا ريت تجيب لنا كده في سؤالين ثلاثه يبقى كويس. لا لا انا كنت بحكي لحضرتك. لا اتفضل عشان سيره ولا ندوه في انتهى معرفش حضرتك. انا جاي شاعر هاتف مهم نورتنا والله صديق وكل شاعر جميل اسمه الثقافه الجديده وكل المداخلات التي تحدث بها الزملاء، وهي يعني بدايه من استاذ الدكتور محمد، لو انك يعني ادمجت هذه المساله في مساله الثقافه وعلاقتها بالتعامل مع المراه فيكون هذا العنوان ادخل في اطار الندوة، لأن مشكلة المرأة هي مشكلة ثقافية. لو أنك تابعت أو أنا يعني عندما أتابع الأفلام الأمريكية والأوروبية ويتعامل مع المرأة والتحرش ويتحدثون عن أشياء، نحن نتحدث عنها هنا ونسمع هذه الأشياء في الشارع، ولكن فكرة البعد الاجتماعي والبعد الثقافي وربط هذا بالإسلام، يعني الإسلام مش عارف بالحقيقة بالبلدي مش ناقص، يعني نحن نسيء إلى الإسلام إساءة غير عادية. الأمر الآخر بقى أستاذنا طبعا يعني دكتور يوسري مقالة ولا أروع، ولكن دايما وهربوا ده بأختنا الصغيرة أميرة، إن فكرة دائما الرغبة في التواجد، فلكي أكون موجودا لابد أن أسيس، لابد أن أنفي الآخر، لابد أن أقول أنني أتيت بما لم يأتي به السابقون، يعني وإن كنت الأخيرة زماني لا يأتي بما لم استصرها، لكن أميرة أنا بلتمس لها عذر كبير جدا وبشجعها لانها بتحق، مش عايز اقول بتحق يعني، لكن انا برضو الاول بشكر لها حسن الاداء والاحترام، لكن احيانا احنا ما خدي بالك لان فعلا يعني في غلط وفي ثمار كويسه جدا في الطريق، هتبقى ان شاء الله حاجه رائعه. طبعا محمد صلاح واكرامي ومعتز مش هتكلم عليهم، لكن دايما يعني عشان اصحابك يعني ولا ايه؟ لا الحقيقه هنمشي مع بعض وهنتكلم كتير، وعشان حضرتك عماله تبصي لي هنقعد مع بعض على القهوه. شفت يا سيدي مش عايز اقولها الحقيقه طبعا، يعني انا بس عايز اقول لاميره انا ما ردتش
انا ما رديتش. انا زعلان من حضرتك لانك اهملت اثنين من كبار النقاد وانت اتكلمت عن دار العلوم او ثلاثه، عبد الرزاق حميده في بداياته وحديثه عن النقد الادبي ومات شابا ومنتحرا، محمد غنيم هلال مؤسس النقد الادبي المحترم، علي عاشر زايد الذي له كتابات يسطو عليهما الكثير من الناس ولا يشيرون اليهما البتة، وهو علي عاشر زايد، وتوظيف الشخصيه التراثيه وغناء وموسيقى الشعر الحر. هذا الرجل ممكن لو تقرا كويس هيقلب موازين مدارس شعريه كتير جدا. الرساله تصرف من المكتبه ولا احد يشير اليها. نعم رحمه الله. يعني الحقيقه هذه المساله. طبعا بقى دكتوره ساميه، يعني مساله السلطه والعقل، السلطه من صنع العقل، والصراع بين الطبقات، صراع طبقات ولا صراع عقول. وهذا المتدني في الرتبه الاجتماعيه عندما يعلم كيف يكون التصرف، ما فعله أفلاطون، هل هو نتيجة يعني عندما نادى بأن يظل الحاكم أو الطبقة الحاكمة تصنيف الطبقة كما هو، هذا التصنيف من أفلاطون أليس تصنيفا ناتجا من الواقع الثقافي؟ كيف ينادي أفلاطون فيما بعد بمسألة المدينة الفاضلة؟ كيف أنه نفسه يرفض أن يهرب ويتناول السم على عكس ما فعل أستاذه سقراط؟ أليس هذا نتاج وحفاظا على الوضع الثقافي؟ الإسلام لم يضع شروطا لل... أنا مش بدافع عن الإسلام على فكرة، لكن ولو دفعت إيه مشكلة؟ لا هي فكرة بس هو الإسلام مش متهم لكي مدافع. طبعا يعني أنا ما بحبش أسلافس، ودائما أنا هقول لحضرتك على حاجة وبقول للجميع، اللي يدخل عليا بفكرة الإسلام أنا بخاف منه، واللي يدخل عليا بفكرة المبادئ والشرف هو عديم المبادئ وعديم الشرف. فالتعامل دائما هو الذي ينتج السلوكيات او يكون يعني واجهه ومراه لسلوكيات الانسان ومبادئه واعتقاداته. يعني انا برضو عايزه اخلص بس التقسيم هو اصلا من فعل العقل. ولو رجعنا لمساله الندوه، الدراسات الثقافيه، طبعا نتكلم عن دراسات ثقافيه او تحليل ثقافي زي ما قال سيدنا درويش من شويه، ولا نقد ثقافي. ما كان يفعله القدماء العقاد وطه حسين وحتى النقاد الاقدمون النحاة هو نقد ثقافي. يعني انا لما يجي لي نحو يتكلم عن لمع الادله واكتشف ان الكتاب مبني على طريقه الاصوليين في اثبات الحجج والبراهين النحويه ونظريه العامل، طيب ما فعله المتكلمون كما ذكرت، ما فعله اصحاب الحديث في الجرح والتعديل والاسناد وادراك حضرتك، هذه المساله مساله ثقافيه. ما الخروج من هذه الازمه؟ عندما ياتي شخص او باحث ويتحدث عن فكرة المنهج التكاملي، أنا بسميه المنهج الترفيقي. هناك فرق كبير جدا بين التداخل بين المناهج، ها؟ أو تلامس الحدود الدوائر المتماسكة، وبين الترفيق. الترفيق أنا أخذ من كل مكان، فكرة ده المثقف، أنا أخذ من كل شيء بطرف. لكن فكرة الانطلاق، أنا أشتغل في النحو وفي نحو النص وتحليل الخطاب، لكن استعين بالثقافه واستعين بالفلسفه واستعين بالسياسه في دراسه النحو وكيف قعد النحاة هذه المساله وفكره الشاذ وما الى ذلك. اذا فكره نقطه الانطلاق والتماس التي لا تغيب عن الباحث الواعي. اما الباحث بقى الذي يريد ان يفرض عضلاته ويقول انه يعني انسان بتاع كله شرابي كده، ده ما انا ما بعرفش اقرا منه حاجه. طيب هرجع تاني لفكره المثقف او الناقد والنقد الثقافي. ما وظيفة الناقد؟ إذا تحدثنا بهذه الطريقة وانتوا عاملين مركز للدراسات الثقافية، الناقد هو حلقة وصل كما قال نجيب محفوظ، يعني بين القارئ وبين المنتج. أما النقد المتعالي، النقد المتفلسف، النقد السياسي المتعالي على النص والمتعالي على القارئ، هذا ما يصنع الأزمة. يعني أنا إذا قرأت مثلا رواية أو قصيدة شعرية لا أفهمه، لا أريد أن أضرب أمثلة ببعض الكتاب، ولكن آتي إلى النقد كي يكون مدخلا إلى فهم هذه القصيدة أو إلى هذه الرواية، فأجد شيئا آخر مغيرا واختلافا وتهويمات. المسألة تحتاج إلى نوع من الضبط، والضبط موجود بشرط الرغبة في الإيصال والرغبة في التوضيح وليس رغبة في التهويم. وأنا أزعم أن أي إنسان في مجاله
لا يستطيع توضيح فكرتي في فكرته وهو انسان لا يفهم لا يفهم من افهم يعني انا استطيع زي ما قال كده الدكتور اليسري ان فكره الست المجنونه قوطه ومش عارف ايه الكلام ده كله ده انا بشرح للطلبه ان لا اللغه هي الحيطه وهي المكتب وهي كذا وهي كذا لو هو ما قدرش يعمل ده هو انسان فاشل ولو كان احمد زويل عليه رحمه الله. لا 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 انا يعني عايزه من اللي حضرتك قلته ده كله ما يخصني انا بقى تاني معلش يعني انت كده اتكلمت بشكل عام عن عن كل المتحدثين حضرتك اللي انت اتكلمتي وفكره التصنيف انت قلت ضد او انت مع افلاطون فيما قال ما فعله افلاطون وما تحدثت فيه بصراع بين السلطه وبين العقل هو نتيجه تقسيم للعقل يعني هو اصلا من فعل العقل كيف انا احاكم العقل بالعقل اصلا وهذا انا هذا العقل هو لا يحاكم العقل هو اساسا فكره وجوب السلطه يعني الدوله تنظيم الدوله ثواني بقى حضرتك انا بس عشان يعني كلام حاجه عامله زي البنيه التحتيه والبنيه الفوقيه الجوانيه لا الجوانيه والبرلمانيه لا يعني يعني ما اعرفش انا هرد على الجزئيه دي ولكن انا مش عارفه حضرتك بتتكلم على عدم ايصال الفكره هل الفكره بتاعتي ما وصلتش لحضرتك يمكن انا بتكلم عن انا بتكلم عن الصراع بين العقل والسلطه السياسيه ما بيقولش دي في السياسه انا فاهم عشان كده سالته عشان كده سالته النقد الثقافي بشكل عام عشان كده سالته حدد لي النقط اللي تخصني انا واضح بقى ان انا فكرتي ما وصلتش لا 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 ثواني بس انا هرد على جزئيه افلاطون يا دكتوره عزيزه وبعدين حضرتك معلش بعد اذنك بالنسبه لمساله وجوب السلطه اصلا دي مساله ناقشها كل الناس حتى في الفكر الاسلامي ان لابد ان يكون هناك سلطه هي التي تكون مسؤوله عن المجتمعات يعني لكي تنظم وتنظر الى اخره. بالنسبه لافلاطون وتحديد الثلاث طبقات دي طبعا هو فيها بعض الظلم لان لو احد الاشخاص من الطبقه الدنيا يعني حب ان هو يصعد لطبقه ثانيه وده انا كاتباه في البحث بتاعي ولكن طبعا الوقت ما سانيش في انتقادي لافلاطون. انا معاه في ايه؟ انا هقول لك بقى انا معاه في ايه؟ حته ان هو ما يوصلش من طبقه لطبقه دي هي او يسعى ان هو يوصل من طبقه لطبقه دي انا قلت ان افلاطون ما عندوش فيها حق انما حته ان الحكام يكونوا من الفلاسفه والمفكرين هي دي اللي انا معاه فيها. يا ساميه انا استاذن بس لو في حد يعني يريد ان يوجه الي يعني نصيحة أو نقلة بالنسبة لورقي عشان أحطها أنصف نشكرك أوي يا عزيز الله يبارك فيك دكتور ربنا يحفظك يا فندم العفو يا فندم أنا سعدت بوجود حضرتك الله يحفظك طيب أنا أكرر شكري وأستاذن حضرتك أنا آسف السلام عليكم الصورة هتنزل طبعا إن شاء الله فرصة سعيدة جدا بعد إذنك يا دكتورة سامية بس رائع مش معنى ان انا موافقه في بعض الاشياء ان انا موافقه في كل الاشياء في حاجات انا والله هي مكتوبه عندي لو انت حضرتك عايز تطلع عليها في بعض الانتقادات وجهتها لي لكن انا مع فكره ان الفلاسفه او المفكرين هم الذين يعني يكونوا على راس الدوله لان الناس ديت هي اللي تقدر تتعقل الامور وتقدر توزن الامور لان احنا الان في مرحله غياب للعقل بس اما بالنسبه لمساله النقد الثقافي اللي حضرتك اتكلمت عنها هي الثقافه طبعا تصوري انا عباره عن اضافات بشريه نحن نضيف للطبيعه في المعتقد وفي الفن وفي في كل المجالات اما النقد الثقافي فهو قراءه يعني لما لا يظهر على الصحيح يعني او قراءه للمضامين الموجوده او المتواريه التي لا تظهر فقط. لو ليك سؤال تاني ليه يا اهلا وسهلا بعد اذنك معلش يا دكتور معلش اتفضل احنا